الحدث مع أحمد القماطي. برنامج الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. يسعدني أن أرحب بضيفي اليوم محافظ المصرف المركزي السيد علي الحبري، ليسأله بداية عن رأيه في محاولة البرلمان الأخيرة اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي. كيف يرى توقيت العملية؟ وكيف يعلق على سرعة إجراءات تنفيذها، بدءا من تشكيل لجنة نيابية تعنى بتسهيل الإجراءات الضرورية، مرورا إلى تحقق النصاب الذي يوصف بأنه أحد معالم الإعجاز في البرلمان، وصولا لمثول المترشحين تحت القبة البرلمانية؟ هل يعتقد السيد علي الحبري أن كل هذه الإجراءات التي اتسمت بالسرعة كانت طبيعية؟ وماذا فعل السيد علي الحبري طيلة فترة جلوسه على كرسي المحافظ الشرعي في مدينة البيضاء؟ هل استطاع أن يحقق أي إنجازات عملية؟ وهل يتفق السيد علي الحبري مع التيار الكبير والجارف داخل مجلس النواب، والذي يؤكد أن عملية اختيار محافظ جديد ستنقل أو ستقفل الأبواب على أعوام من المعاناة عاشها المواطن الليبي، حيث عصفت به موجة ارتفاع غير مسبوقة في الأسعار، وأرهقته الأزمة الاقتصادية وعدم توفر السيولة النقدية، كما حصره الانهيار التاريخي في قيمة العملة المحلية؟ يستطيع أن يستلم وأن يسير العمل، وأن العالم اللي هو بريطانيا وأمريكا يقدر يخلوه يستلم المحافظ المركزي، هذه حاجة أخرى. لا سماحك، قال لا معليش، كلمتك وتكلمت رجاء بالله، لا سماحت رجاء بالله، لا سماحت سيد النائب رجاء. اللي يبي علي الحبري ينتخب، مش كلي عملية إن أمس ما جاش وطرح برنامجه علي الحبري، نعرفه نحن، نفرقه يفرق على الجماعة اللي أمس. نحن حيتم انتخاب محافظ وانتخاب نائب، والنائب حيكون في من برقة، هو ضامن للجيش. الكلام هذا ما يزيد عليه حد ولا حد يركب موجة الجيش. الآن لحظة لو سمعت، لحظة خليني نكمل. محافظ مصر ماني ماكينة مكنون اللي واقفين قدام الطوابير في 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 في, في, في المصارف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب الآن بضيفي السيد علي الحبري محافظ المصرف المركزي. أستاذ علي أهلا بك. أهلا وسهلا مرحبتين. كيف رأيت أستاذ علي الحبري خطوة البرلمان الأخيرة وسعيه لانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي؟ تفاعلات هذه الخطوة التي لم تكلل حتى الساعة بالنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا شك أن هذه الخطوة كانت مفاجأة الحقيقة، يعني كنا في برنامج عملنا بطريقة اعتيادية، ثم فوجئنا بهذه الخطوة. بالطبع طبعا نحن لا ننظر إلى المنصب كهدف، لا شك أن نحن أمام الشرعية الحقيقة، وقد امتثلنا إليها في زمن معين، وقد أصدرت الشرعية قراراً بإقالة السيد الصديق الكبير، وكان يجب الحقيقة، وهذا بالنسبة لي أنا طبعاً لا يمثل شيء باعتبار أن تكليفي أنا كنائب محافظ بمهام المحافظ، يعني القرار اللي صدر لنا لحين تعيين محافظ جديد. فبالنسبة لي فيما يتعلق بتعيين محافظ جديد بالنسبة لي أنا ليست مفاجأة، يعني واضحة قاعدة في قرار التكليف، يعني لا تحتاج إلى مفاجأة. اثنين، أنا شخصياً عندما أتيت من طرابلس إلى طبرق وانتثلت للشرعية لا زلت أيضاً أحترم الشرعية، باعتبار أن المادة 2 من قانون المصارف 1/2005 تقول أن المصرف مسؤول أمام السلطة التشريعية، فأنا أحترم السلطة التشريعية لأنها ممثلة بالانتخاب القائم من المواطن مباشر، وإلا سلطة ديمقراطية منتخبة من الشعب سأكون دائما ممتثلا لها، سواء كنت في المنصب أو في غير المنصب. فعملية انتخاب محافظ بالنسبة لي لا تعني أي شيء الحقيقة، أرحب بها مثل أي مواطن. حتى لو أبعدتك عن منصب المحافظ الشرعي الآن في مدينة البيضاء. أنا طبعا اللي ممكن يؤثر فيها مش تكليفي بمحافظ الحقيقة، لا تؤثر فيها لا من بعيد ولا من قريب، وتو نشرح لماذا ذلك. يعني
ما أثر في حقيقة أني نائب المحافظ وأني مكلف لحين تعيين محافظ جديد. فأنا أستغرب محافظ ونائب محافظ، يعني لماذا؟ هل هو عقاب لي لأني انتثلت الشرعية مثلا؟ يعني كان يجب على مجلس النواب أن يقول بكل بساطة أنه نحن بنطبق القرار اللي كلفنا به الأستاذ علي اللي هو نائب المحافظ ونعينه محافظ جديد. لأنك أنت عارف طبعا أستاذ أحمد والجميع طبعا يدرك أن تولي مهمة المحافظ نحن ربطناها كاستراتيجية بإيراد النفط، وإيراد النفط حتى الآن نحن لنا سنتين لا زال يمشي في القناة الأصلية وهي المصرف المركزي طرابلس. إذن السيطرة على احتياطيات النقد الأجنبي هو الأساس في كل السياسات ذات العلاقة بسعر الصرف، ذات العلاقة بالسيولة، ذات العلاقة بالتضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى. بصراحة إذن تمكين المحافظ من طرابلس هل هو عملي أم غير عملي؟ إذا نظرنا نحن إلى المجتمع الدولي والكتابات الأخيرة اللي صدرت، وربما نقرأ لك إذا كان حبيت يعني مباشرة واحدة منهم، ستجد حقيقة أن يعني بكل بساطة هذه أتلانتيك كونسل أسمع ماذا تقول، هذه في مارس 2017، يعني تقول وبالحرف الواحد أن أي حكومة تكون في طرابلس ستكون تحت رحمة الميليشيات. يعني the mercy of the militias. يعني هل هذا المجتمع الدولي الذي يدرك من خلال مؤسسات كثيرة جدا إعلامية أن العوامل الموجودة في طرابلس لا تؤهل أي شخص يمسك محافظ باعتبار أنه هو داير كنترول احتياطيات النقد الأجنبي سيكون فاشلا تماما أمام الميليشيات التي تتسارع للحصول على النقد الأجنبي؟ وبالتالي فالحقيقة الذهاب إلى طرابلس لن أتمكن منه شخصيا، وبالتالي تعيين محافظ يعني أي محافظ جديد سوف يعين أستاذ علي الحبري سوف يذهب إلى هناك سوف يستمر في سياسة الصديق الكبير البقاء. نتمنى لا. لكن هذا ما تتوقعه لا. نعم. خلال المعطيات على الأرض ميليشيات نزلت تصيب. للأسف نعم يعني نعم. ولهذا وجود نائب المحافظ الأصلي مع محافظ جديد وتقعد منطقتين للحركة وهي المنطقة الشرقية ممثلة يعني في البيضة وطرابلس حتكون عندك نوع من المراجحة في التحرك في استخدام قراراتك في الوقت المناسب من منطقتين، وهذه طبعا قوة إضافية للمصرف المركزي. لكن لما تقول محافظ ونائب المحافظ صدقني فأنت قد سحبت البساط تماما من تحت أقدامك. الوضع أنا الحالي نبني توا على من؟ على مجلس النواب. الوضع الحالي الآن انقسام المصرف المركزي إلى مصرفين، تعتقد أنه أفضل حالا من أنه يذهب إلى عملية توحيد غير مدروسة الآن ويذهب هو محافظ جديد إلى هناك؟ هو أفضل حالا في وجود الميليشيات طبعا. الجميع ينادي بوحدة المؤسسة وأنا من ضمنهم، ولكن وحدة المؤسسة الممثلة في مجلس الإدارة واتخاذ القرارات التي تهم الناس مباشرة من مجلس إدارة، لأن المصارف المركزية لا تسير بعقل فردي. رأي هذه خطورة. يعني نعطيك مثل أستاذ أحمد، وهذا مثل نتمنى يعني هنا جايبه معايا، محافظ البنك المركزي الأمريكي اللي هو الفيدرال ريزيرف، وهذا طبعا معروف البروفيسور برنانكي، يعني هذا أصدر كتاب من حوالي فترة قصيرة اسمه The Courage to Act، شجاعة اتخاذ القرار. يعني بيش حتى نوضح لك مدى خطورة مثل هذه القرارات. شين يقول السيد برنانكي؟ يقول لك في أوقات الأزمات يكون الغضب شاملا في كل القطاعات. يعني نحن ندعو على ليبيا، ولكن ليبيا مثل أي دولة أخرى الأزمات الاقتصادية هي واحدة في موجتها وفي أثارها وفي ارتداداتها. في أوقات الأزمات يكون الغضب شاملا في كل القطاعات، ولهذا كان أسوأ احتمال لدينا أن الاحتياطي الفيدرالي يتعرض لهجوم سياسي يعني من البرلمان بمعنى آخر يؤدي إلى فقدان الاستقلالية. لابد أن ندرك أن المصارف المركزية لازم أن تتمتع باستقلالية. ما رأيناه الحقيقة في مجلس النواب محاصصة. إذا وصل البنك المركزي إلى المحاصصة فعلى الوطن السلام، لأنك أنت الآن وصلت إلى بيت مال الوطن. كيف محاصصة أستاذ علي الحبري؟ ومن يعني قال لك أن الوضع محاصصة؟ الآن يعني مجلس النواب عقد جلسة وقام بالاستماع إلى مترشحين، يعني خرج نعم لكن وبهي استماع إلى مرشحين، مفروض أنت تتاخذ حسب المرشح الأفضل. ما حدث وما رأيناه أن مثل الجنوب قال أنا نبي كرسي نائب المحافظ،
وبالتالي برقة تبي كرسي نائب المحافظ، وبدأ الصراع. إذن هي محاصصة لمن كرسي نائب المحافظ ولمن المحافظ أصلا؟ لماذا المحافظ مثلا؟ هل هو للمنطقة الغربية؟ في الحقيقة اختيار، نحن تكلمنا عن هذا الموضوع بدقة شديدة. المصرف المركزي هذه وظيفة اقتصادية، هذه مؤسسة اقتصادية، الاختيار لها يكون وفقا للحالة الاقتصادية الموجود فيها المجتمع. يعني أنت لو خذيت مثلا أساتذة أو خبراء الاقتصاد، حتجد أن واحد متخصص في الاقتصاد الدولي، واحد في الاقتصاد القياسي، واحد في التحليلي، واحد في الكلي، وهكذا يعني تتباين التخصصات. ولكن عندما أنت تبي تختار محافظ، الوضع الاقتصادي اللي موجودة فيه الحالة، هل هو أزمة؟ هل هو طبيعي؟ هل هو كساد؟ هل هو ازدهار؟ هل هو وضع اقتصادي مرتبك؟ فكل واحد متخصص في نوع من الاقتصاد. لو قلت لي توا الآن يا أستاذ علي كيف يتم اختيار المحافظ الآن؟ إذا نقول لك من خلال التحليل البسيط للواقع الاقتصادي، ستجد انهيار في سعر الصرف، ستجد أن هناك شح في السيولة، ستجد أن هناك تضخم عالي. يعني هذه هي الملامح الاقتصادية المتعلقة بالمصرف المركزي. إذن اختيار الشخص الآن هو القادر على حل هذه المشكلة من خلال السيرة الذاتية، وليس لأنها من طرابلس والله من الجنوب والله ما ممكن معيار ثاني. ممكن الأولوية المحاصصة هي قاتلة للمصارف، ممكن الأولوية تكون للسيرة الذاتية أو للتاريخ المهني والعملي بدون جهوية. طيب أوكي، في مترشحين الآن وفي سير ذاتية لهؤلاء المترشحين، بالتأكيد اطلعت على الأسماء. بداية، هل أنت أحد المترشحين قدمت بطلب لتكون محافظا جديدا للمصرف المركزي؟ وأيضا كيف تعلق على باقي المترشحين؟ هل يتوفر فيهم القدرة على إدارة المصرف المركزي برأيك؟ بالنسبة لي أنا شخصيا طبعا قدمت اللي هو السي في تاعي، ولكن باعتبار أني أنا مكلف كمحافظ، فأنت يعني يفترض أني أنا قاعد في المنصب، يعني فأنت الآن عندك حكم علي من خلال الأداء. فعندك أحد أمرين، يما تقول تخششني أنت تلقائيا في هذا الأمر من خلال السي في، أو أنك تقول لا لا هذا جربناه وما نبوشي وما فيش داعي. فهم فعلا يعني دخلت أنا في المسابقة، ولكن طبعا أنا كنت مسافر في مهمة رسمية خارج ليبيا، وفوجئت بالتوقيت الحقيقة، ولهذا أرسلت رسالة وقلت أني نارني في مهمة ولن أتمكن من الحضور في الوقت اللي أنتم موجودين فيه. ما نعلمش عاد شنو في من يتحدث من أعضاء مجلس النواب أنه تم إبعادك عمدا أستاذ علي الحبري وإرسالك إلى مهمة بالتزامن مع عملية الاغتيال التي كانت معدة سلفا. لا لا هذا كذب، لا 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 هذه افتراءات، لا لا علاقة، مش لازيني أنا ماشي وحدي طبعا، لأني أنا عادة في المصرف المركزي أبلغهم أني ماشي مهمة، لكن مش هم اللي حددوا لي المهمة، كان لأن كان عندي اجتماع خارج ليبيا وهم مش هم اللي محددين الاجتماع. في فترة 20 يوم كانت لاستقبال السيرة الذاتية للمترشحين، يعني كان في متسع من الوقت يتوفر لك لتقديم وأيضا لربما إعداد الوقت لتكون في الموعد المناسب، موعد عقد الجلسة. يعني الأمر لم يكن مفاجئا بالنسبة للجلسة حقيقة، ما عنديش من علم، لكن كنت مسافر يعني مش سبب، يعني بدون سبب، يعني ربما صدفة، ربما صدفة، لأن هم عادة يجتمعوا اثنين وثلاث طبعا، هو الله غالب هم المواعيد بتاعهم، هم اللي يفترض يجتمعوا الأسبوع كله، يعني ما يربطوش روحهم بأوقات معينة، لكن هم رابطين أرواحهم اثنين وثلاث فقط. اطلعت على باقي الأسماء؟ ربما نحن المواطن البسيط لا يعرف ربما جل هذه الأسماء، لكن بطبيعة الحال أنت تعرف معظمها إن لم يكن جميعها. تعتقد أن الشروط تتوفر أو المعايير المناسبة لتقلد منصب بهذه الأهمية وفي هذه الظروف الاستثنائية متوفرة في جميع المترشحين أستاذ علي الحبري أم لا؟ بالنسبة لي أنا شخصيا للمترشحين، يعني أنا مانيش مسؤول عن تقييمهم، لكن طبعا في الأستاذ محمد الشكري أعرفه شخصيا وكان نائب المحافظ، وعندي معاه لقاءات مستمرة حتى لما توليت منصب نائب المحافظ، شفته أكثر من مرة، شخصية واعية، شخصية ذات رؤية وطنية، شخصية عندها فعلا القدرة على أن تتولى منصب المحافظ، نعم لا شك في ذلك. فنعم أنا بالنسبة لي طبعا أدعم الأستاذ محمد الشكري، ما في ذلك شك. يعني الأستاذ محمد الشكري طبعا زي ما قلت لك، أنا لما تشوف الأتلانتيك كونسل طبعا بالنسبة لي أنا واضح وضوح الشمس، يعني يقول لك إن الآن the location of the interim government cannot be Tripoli. يعني هذا المؤسسة الدولية تقول لك راهو من الصعب جدا أن يكون العمل من طرابلس، يعني إذن
نتيجة سيطرة الميليشيات. إذن أنا يعني حتى لو أنا جيت محافظ لن أذهب لطرابلس، يعني نقولها بكل بساطة وعلانية لأني سأفشل. طيب. الأموال عندما تصرف بالقوة ما قاله الفشل. طيب السيد الشكري. السيد الشكري الآن قال إنه لديه وعود ربما. السيد الشكري لأنه سوف يمكن من مقر المصرف المركزي في طرابلس. طبعا أستاذ محمد أستاذ أحمد أنا طبعا من حوالي بعد ما كنا نقرأ في الكلام وكذا قدمت أنا مقترح لتشكيل مجلس الإدارة من جديد اللي هو نفس المجلس. أنا ما نبيش تغيير الحقيقة لأن نراه في الأزمات الاقتصادية عندما تغير الأشخاص وبيخشوا على أزمة اقتصادية التغيير في الظروف العادية معلش غبار لأنك أنت تحول ناس تجيب ناس ظروف عادية يستمر العمل الهياكل المنتظمة الكفاءات اللجان الاقتصادية البحوث الدراسات الأسواق كل الأمور هانية ومستقرة فتغيير الرئاسة لن يسبب تغيير جوهري لكن التغيير وقت الأزمات روح حساس جدا ويؤثر تأثير سلبي على سير المؤسسة أنا قدمت طبعا وكنت مرشح من ضمن الأستاذ محمد الشكري يعني أنا رشحت نفسي قدمت قرار لمجلس النواب على أساس أنا المحافظ وهو الأستاذ محمد الشكري نائب أنا كاتب هذا الكلام من حوالي شهرين وقدمت لرئاسة المجلس ودفعت به وحتى استكملت برضو رشحت اثنين أخرى مكان اللي هم واحد من الجنوب وواحد من الغرب باعتبار أنهم هم مكان اثنين اللي هو طارق المقرية في حمودة الأسود باعتبارهم أنهم هم ما حضروش معايا أربع اجتماعات وحسب القانون لما ما يحضروش أربع اجتماعات لابد من تغييرهم لأن ما فيش عذر ولم تستخدم أسلوب المحاصصة المناطقية لا يوجد محاصصة لأن نفس الأشخاص غيروا بنفس واحد من الشرق واحد من الغرب غيرناه واحد من الشرق واحد من الجنوب أقصد أنه المعيار موجود الذي استعملته وأنت استعمله ربما مجلس النواب بس اختياري أنا يعني كشخص مهني يعني ناس دكاترة المعيار الأول دكاترة في الاقتصاد في التخصص مش يعني لأن هذا جاب لي واحد وقال لي هذا من كذا لا هي أنا من لما نقول محاصصة مش إني اخترت كفاءات مخصص إنه يجيب لك واحد معين ويقول لك هذا اللي نبيه لأن في اللحظة هذه حيجي تحت رحمة من أتى به مش حيكون تحت رحمة المؤسسة التوقيت فاجأك لكن لديك تفسير لسرعة الإجراءات عملية الإعلان إنه في فعل في منصب محافظ جديد استقبال مترشحين أيضا حقيقة التوقيت فاجأني لماذا لأن مثلا توا هم مثلا يتباكوا على حال المواطن حال المواطن موجود له مدة يعني مش اليوم والله أمس يعني هذه واحد اثنين نحن مقبلين على رمضان وفيه إجراءات وفيه كذا وفيه ترتيبات فيعني حتى الناس أنت عارف رمضان تقريبا الإنفاق دبل فأنت الناس يبوا تهيئة للسيولة يبوا تهيئة للسلع الأساسية يبوا تهيئة للبرامج الاقتصادية لتقدر تيسر عليهم الحقيقة مرور شهر رمضان لأن هذا من الطقوس المتعارف عليه أن نحن إنفاقنا تقريبا يقعد متزايد فيه فأنت إرباك المشهد في هذا الوقت الحقيقة مع احترامي لهم غير سليم هم العكس هم العكس يقولون أنه ربما نحن على أبواب شهر رمضان الصرف يزيد كما أكدت الآن وأيضا المعاناة حقيقية غياب السيولة النقدية وأيضا غلاء الأسعار كل هذه الأسباب أدت بهم إلى التعجيل في عملية اختيار محافظ جديد قالوا أن المحافظ الجديد قادر على رفع المعاناة أستاذ علي الحبري المصارف المركزية لا تعمل في الشورت تيرم يعني الفترة قصيرة الأجل القصيرة الأجل لا تعمل مصارف يعني أنت لو غيرت توا محافظ بيش يلم مجلس الإدارة وبيش كذا وكذا لن يتخذ أي قرار قبل تقريبا العيد الكبير فلا تنحل مشكلة سيولة ولا مشكلة سلعة ولا أي مشكلة الحقيقة هذوم ليست لديهم خبرة في عمل المصارف المركزية هذوم أعضاء مجلس النواب نعم يعني اللي يتكلموا ما عندهمش خبرة قد تكون عندهم خبرة نظرية ولكن ليست لديهم خبرة عملية أنا رجل في هذا المضمار الآن 7 سنوات وأدرك تمام الإدراك كيفية اتخاذ القرار في المصارف المركزية اثنين هذا المنصب هو جزء من حوار سياسي فنحن استغربنا في وضع الحصان قبل العربة الحقيقة الحوار السياسي من ضمنه اللي هي المادة الثامنة اللي هي الوظائف السيادية من ضمنها اللي هو محافظ المصرف المركزي وليست النائب الحقيقة فأنت لماذا تسبق تعطي يعني أنت تفقد في ورقة قوية جدا في يديك الآن تفرط فيها قبل بدء حوار السياسي من الذي سوف يفقد هذه الورقة بهذا التصرف مجلس النواب مجلس النواب نعم الشرعية أي نعم هتفقد لأن هو طبعا المحافظ يفترض يتبع السلطة الشرعية أنت غيرت أنت الآن عطيت أوراق قوية جدا للطرف الآخر
في انه يكسب منك اللي هي الوظائف الاخرى اللي انت ما عادش تقدر تدير ما يسمى بتريد اوف. يعني مش ممكن يختاروا محافظ جديد مؤيد للبرلمان، لانه البرلمان هو الذي سوف يختار المحافظ. لماذا تتوقع سلفا انه سوف يكون محافظ مناهض للبرلمان؟ لانك انت اوريدي فرطت في مكسبك السياسي. انت لما تجد هذه المنصب من ضمن المناصب اللي هي خاضعة للنقاش حيجد عندك انت مكسب وخسارة. لكن انت لما تفرط في هذا المنصب الان حتقد ايش فقدت اللي هو العنصر الاساسي اللي هو التقل المالي في الحوار السياسي. المصرف المركزي هو قناة المال الوحيدة في ليبيا، بمعنى ان اي شخص ياخذ المصرف المركزي هو أخذ قوة اقتصادية الوطن بالكامل. فأنت فعلا إذا كان أنت خشيت حوار سياسي حيجد عندك ما يسمى يعني استراتيجية وين وين، يعني مكسب مكسب. فأنت أوريدي فرطت في أحد الأوراق الرئيسية من خلال هذا الاختيار المبكر. حظوظك ضئيلة جدا أستاذ علي حبري لو تم التصويت داخل البرلمان على منصب المحافظ الجديد. لا أعلم، لكن أنا بالنسبة لبرنامج العمل متاعي تقريبا كويس. أنا أعتقد أن برنامجي كله ماشي كويس لو تم استعمال أسلوب المحاصصة. لكن لابد راهم من السيطرة على احتياطي النقد الأجنبي، لابد أن نتذكر ذلك. راهم محافظ بدون السيطرة على احتياطي النقد الأجنبي سيكون ضعيف جدا في المرحلة الحالية. عندك انهيار في سعر الصرف، عندك شح في السيولة، عندك تضخم عالي. هذه الأدوات لا تعالج إلا بالسيطرة على اللي هو الهارد كارنسي ريزيرف، يعني الاحتياط النقدي الخاص بالمصرف المركزي هو احد وسائل العلاج. من خلال على الاقل اعضاء مجلس النواب الذين استطعت ان استطلع ارائهم هنا عبر برنامج الحدث، اعتقد انه عدد كبير منهم انه كانوا فيه موقف منك استاذ علي الحبري، بمعنى انه لو كان في تصويت سوف يذهبون لاختيار مرشح اخر. لماذا برايك؟ كمحافظ لأن هم يبوا حد يعني يقدر يمشي لطرابلس ويأخذ المكان. الحقيقة أنا لا أستطيع، هذه النقطة الوحيدة. يعني لماذا لا تستطيع الذهاب إلى طرابلس؟ لا أستطيع، لأن كيف سأعمل من طرابلس يعني حتى بالعقل؟ يعني نعطيك أنا مثل، يعني نشرح لك بالتفصيل حسب القانون. إذا نظرنا لمجلس الإدارة، فأنا حتى طبعا أنت الآن جميع القرارات الرئيسية في المصرف المركزي، وهذه أشار لها حتى تو تقرير ديوان المحاسبة الأخير اللي هو من طرابلس، قال إنه بدون مجلس إدارة يصعب، يعني جميع القرارات لا تتخذ فرديا، خطر. فأنا لما بنجيب مجلس الإدارة وباعتباري إنه هو المحافظ الشرعي، فحبتجيني طلبات اللي هي التمويل. ففي حكومة مؤقتة، وفي حكومة وفاق، وفي قيادة عامة قوة مسلحة، وفي حرس رئاسي أو جيش مقابل، وفي وزير دفاع. لو فرضنا الآن جاتني ورقة من القيادة العامة للجيش في إطار لجنة الأزمة وافقوا على تمويل مبلغ معين للقيادة العامة للقوات المسلحة، كيف يمكن أن ننفق هذا المبلغ من طرابلس؟ أنا أترك لك أنت الإجابة. طبعا أحد أعضاء الإدارة حيكون وكيل وزارة المالية، وهذا طبعا بموجب القانون، وباعتباري في طرابلس حيكون اللي هو وكيل وزارة مالية في حكومة الوفاق، وأنا لا اعتراض لي على ذلك، لكن أنا بالرسم أشرح لك آلية اتخاذ القرار. فأنا بنقدم له الورقة باعتبار أنه هو وكيل وزارة المالية، باعتبار أنه في ترتيبات مالية تتخذ من وزارة المالية للصرف. فحيقول لي والله أنا هذه جاية من القيادة العامة للجيش، حنحولها على وزير الدفاع. حتمشي لمن لوزير الدفاع؟ البرغتي المهدي. نعم. هل هو موافق على أن القيادة العامة للجيش هي المشير خليفة بن قاسم حفتر؟ حيقول لا، مثلا هذه القيادة أنا من، فأنا من اللي بيخش فأنا في الفخ؟ أنا شخصيا بتوقيع مرسية. أنا شخصيا معناها أنا مشيت لطرابلس ومعاش نقدر نرد المنطقة الشرقية. أفطن أنا قعدت في خطر، مش يعني الصديق متريح لأنه مش يجي المنطقة الشرقية، مشي لمالطا. لكن أنا راني بصراحة ابن الوطن، أنا مشيت لطرابلس بالرد لبيتي. أنا في اللحظة هذه يعني حنقف أمام عقبة كأداء، يعني لن أتمكن من اتخاذ أي قرار. أنا مازلت نقول أن الوضع الحالي لابد أن نأخذه خطوة خطوة من أجل رؤية عملية سليمة. لما يقعد نائب المحافظ هو قاعد الأصلي اللي هو علي الحبري، وقاعد الطرف الثاني غادي هنكي، أنا حنمشي كنائب محافظ وسأدافع عن القرار،
وفي حالة عدم الامتثال للقرار من طرابلس أو نفذه من البيضة. هم يقولون فهمت تو النقطة؟ فهمت، لكن الآن يقولون أنه هذا الأمر طبيعي الآن مستمر، بمعنى أن المحافظ الموجود هناك الصديق الكبير يدعم أو يقوم بتمويل في جانب من الجوانب المجلس الرئاسي، وإن كان في مناكفة بينه وبينه في الفترة الأخيرة، لكن عملية الجيش لا يستفيد الآن عمليا من المصرف المركزي، لأنه المصرف المركزي الذي تسيطر عليه في البيضة لا يملك المقدرات الضرورية. أستاذ علي الحبري، طبعا نحن بحث وفي أشياء طبعا لا يتم الإفصاء عنها، وفي أشياء ممكن الإفصاء عنها. هذه الأمر الجيش أنا نتركه للجيش، إذا كان علي الحبري مثلا بوجود الحالي لا يلعب الجيش فالجيش هو الذي يقول ذلك، أنا لا أقول ذلك. أنا لا أريد أن أتفاخر بأني أدعم جيش، أنا أدعم في وطني. أنا أجد الوطن عند مثلث، المثلث بالنسبة لي أنا كما أراها أنا شخصيا الاستقرار الأمني بالنسبة لي رقم واحد، يعني لا هدف استراتيجي الاستقرار كمحرك اقتصادي لماذا الاستقرار الأمني؟ لأن الاستقرار الأمني هو الوسادة التي ينام عليها الاستقرار الاقتصادي. يعني دولة يعني انت قريت الآن تحت رحمة الميليشيات، أي حكومة لن تتمكن العمل في طرابلس لأنها ستكون تحت رحمة الميليشيات. إذن أنا حتى أكون يعني كرجل عندي رؤية، حتى تتحقق هذه الرؤية لازم يكون في استقرار أمني. الاستقرار الأمني يأتي بدعم القيادة العامة للجيش، هذه وجهة نظري. قضية أنا ندعم الجيش وما ندعمش الجيش هذه تترك للجيش، لا من بيش أنا لا أصوت لنفسي الحقيقة. أنا أملك من القدرة على قيادة هذه المؤسسة. كونك أنت مقتنع ولا مش مقتنع أنا ما أراني هذه لا تقدم لا تؤخر. لكن صرحت أستاذ علي الحبري أنه ربما عملية اختيار الآن محافظ جديد هي مؤامرة على الجيش والقيادة العامة. في تحليلي الشخصي ستؤثر تأثيرا جوهريا يمكن أن تشرح لنا، ولكن هذه غير قابلة للشرح، لا أريد أن أشرحها. لأني لا أريد أن في أسرار لأن راهي السياسات راهي تتطلب ترانسبيرنسي وكريديبيليتي، الشفافية تبي شفافية وتبي مصداقية. أنا لا أصوت لنفسي الحقيقة، أنا مانيش داير دعاية وإعلام خذوني ولا كونهم هم شايفين علي غير مناسب يبقى غير مناسب. الوطن أهم من المنصب. أنا شايف أن الاستقرار الأمني رقم واحد، الاستقرار الاقتصادي رقم اثنين، الجانب السياسي بالنسبة لي يأتي في المرحلة الأخيرة. في ناس أخرى ينظر إلى التوافق السياسي هو رقم واحد، أنا لا أجد ذلك الحقيقة. أنا أجد أن الأمن والاستقرار ركيزة. نعم الأمن والاستقرار هم الأساس الحقيقي. هل بدعمنا للقيادة العامة للقوات المسلحة استغلنا في الإطار الاقتصادي أم لا؟ هذا هو السؤال التالي. الحقيقة نحن ماشيين في خط موازي، نحن ندعم في القيادة العامة للقوات المسلحة بكل ما أتينا الحقيقة، هذا هو اللي أفهم معناه. كل القرارات اللي تأخذ الآن فيها توازن في هذا الجانب. الجانب الاقتصادي سأعدد لك في إطار سعر الصرف، قمنا بدراستين أكاديميات، وقمنا بثلاث ورش عمل أحدها برئاسة مجلس النواب، وقمنا من خلال اللجنة الاقتصادية بإعداد مذكرة لتعديل سعر الصرف. وتو نعطيك لماذا نحن نبغى نعدل سعر الصرف، لأن سعر الصرف الحقيقة في اقتصاد ريعي وبسعر ثابت مع وجود مضاربة أنت في فخ خطير جدا. الفخ هذا يسموه راوند تريبينج، دورة هذه الدورة اللي هي زي الطريق الدائري ما عادش يبطل. لأن شنو؟ لأن حافز الربحية فيه يصل إلى 600%. يعني بمعنى المصرف يبيع في الدولار بجنيه و40 وبرا ب8 دينار. يعني الآن أنت فتحت يعني باب كنز علي بابا، وبالتالي هؤلاء المضاربين هيجد ما عادش يسيبوا هذه العملية لأنها حتكون تريبينج راوند اسمها، يعني هذه حتى اسمها العلمي تريبينج راوند. هذه بيقول لك أنك أنت الآن حتى لو حاولت تغير سعر الصرف هم نفسهم حيحاربوك حتى يسقطوا هذه العملية لأن الأرباح خيالية. ولكن راهو رجال الأعمال الصادقين، رجال الأعمال اللي فعلا يجيبوا في سلع للوطن ويخدموا في الاقتصاد ويبنوا في صناعة، هؤلاء لا ينظروا إلى السعر الرسمي على أنه هو الهدف. بالعكس إذا تغير سعر الصرف هم حيتعاملوا مع أي سعر صرف رسمي يمكنهم من تسيير أعمالهم. فسعر الصرف رأوا خطير جدا لأنه يؤثر على السياسة المالية. يعني نعطيك مثل، تو أنت الآن تبيع في النفط مزبوط؟ أكيد مستمر. النفط ملك من؟ ملك الحكومة. الحكومة الآن بمعنى تبيع في النفط على جنيه 40،
هل تعلم أستاذ أحمد، يعني لو خذينا الآن سيناريو بسيط، بس لو خذينا سيناريو بسيط وقلنا أن الإنتاج 700,000، خلينا الإنتاج 700,000 وخذينا سيناريو آخر على أساس أن الإنتاج 1,000,000 برميل وخذينا الإنتاج اللي هو الطبيعي 1,500,000 برميل، الآن 700,000 لو افترضنا أن الآن السعر $50، تصور أن هذا السعر بالسعر الرسمي الآن يغطي فقط 45% من تكلفة الميزانية العامة. يعني أنت بالعربي هذا السعر الآن يخلق في عجز مستمر، في حين أنه لو تم يعني تغيير سعر العملة المحلية في المصرف سوف ربما تتحصل على ضعف وضعفين هذا المبلغ الآن. تحصل لأنك أنت هو ملك الدولة، مش صحيح. هو مش ملك الحكومة النفط، مفروض هي تقول للمصرف المركزي يا تشتري مني بسعر يحقق لي على الأقل بريك إيفن اللي هو التوازن بين المصروفات وبين الدخل، يا أما أنا ما عادش بنبيع لك، بدأ أنت تبيع بجنيه وأنت مثبت لي السعر على جنيه و40، أنا ما يساعدنيش، لأن هذا في انهيار للاقتصاد، لأنك أنت الآن تعطي بكل بساطة، أنت الآن تفرط في سعر اللي هو الاحتياطي النقد الأجنبي الذي يتناقص يوما بعد يوم، وتقرير الديوان حقيقة خير وشاهد، التقرير الديوان خير وشاهد، يعني أنت لو كان توا نطلع لك تقرير الديوان من هنا، تصور أنت العام الأول كم جايات صندوق زيت؟ 20,000,000، وين 20,000,000 صندوق زيت؟ مش معقول أنت المنطقة الشرقية عام الأول نحن بكامل المنطقة جبنا كلها $69,000,000 جميع السلع. فأنت قبل نتحدث سوف نتحدث بحساب بعد قليل عن هذه الازمه، لكن اكثر فأنت من سعر الصرف هذا يحتاج الى نظره جديه وحاسمه. طيب وفقا استاذ احمد، هذه القرارات زي ما وريتك الكتاب تو اللي صدر الاحتياطي اللي هو محافظ البنك المركزي الامريكي ذا كورج تو اكت، هذه الاشياء تتبي شجاعه اتخاذ قرار من خلال طبعا فريق عمل وليس من خلال فكر فردي، الفكر الفردي راه خطر جدا على الدوله. طيب من خلال مجلس إدارة. طبعا النقطه الثانيه عندنا السيوله، نحن السيوله وجدين تو متى يلوموا على السيد علي على الطباعه مثلا. بعد قليل سوف اسالك هذه الاسئله والاجراءات التي اتخذتموها ايضا، لكن دائما بنحكي لك ماذا فعلنا نحن. سوف اسالك ماذا فعلت طيله فتره بقائك السيد علي الحبري، لكن كنت توجه الاتهامات للصديق الكبير في السابق هنا في برنامج الحدث، أطلعت الناس وكانت صدمة على حجم الاعتمادات الكبيرة، تقريبا 12% فقط تذهب لمناطق سيطرة الحكومة المؤقتة وللمنطقة الشرقية. نعم. تعتقد أن سياسة التجويع الممنهجة أو الحرب الاقتصادية التي مارسها الصديق الكبير بدأت الآن توتيوك لها، بمعنى أنه مجلس النواب أو بعض أعضاء مجلس النواب استغلوا هذه الأزمة وقالوا أننا سوف نختار بديلا لرفع هذه المعاناة؟ ربما قد يكون هذا هدف، ولكن وهذا عليش أنا تو نوضح لك في الاستراتيجية، أنتم مثلا كم سنتين دايرين قرار بإقالة المحافظ ولم يمتثل، وقد امتثل برسالة رسمية وقال أني مع احتفاظي بحق التقاضي وذهب إلى المحكمة وأعلنت المحكمة عدم ولايتها في هذا الموضوع لأن هذا من أعمال السيادة، هو من 1/2015 يمارس في عمل بغير ذي صفة، يعني أفعالها كلها غير قانونية، ما فيهاش نقاش. هذه أنتم شنو، ما هو المجهود الذي بذل خلال هذين السنتين لإزالة الصديق؟ رحنا نحن نبهنا على جميع هذه العيوب وعلى هذه النواقص وعلى هذا التأثير السلبي على المنطقة بالكامل، ولكن لم يتخذ أي غير قادرين على ذلك، اتخذوا قرار بإقالة الرجل بقالت لم يمتثل، يبدو أنه في جهة باهي نحن تدعمه. هل نحن اللي أوصينا بهذه الإقالة مثلا؟ هم اللي اتخذوا هذا القرار، يعني لا أحد من الرجال اللي كنت محترض على قرار الإقالة. طيب بعد قرار الإقالة لماذا تعترض على قرار إقالة صديق كبير؟ قبل الإقالة اعترضت لأننا تمنيت أن يكون في تواصل ونية حتى يمكن إعادة المياه لمجاريها، لكن عندما أخذ هذا القرار طبعا بدون علمي، طبعا أنا لا علم لي، أنا سمعت به وأنا في البيضة الحقيقة قرار الإقالة، وكان نتيجة رد فعل لأنه هو دار مؤتمر صحفي وجاء من كذا واتهم الجيش هو بسرقة الخزينة كانت تتذكر، ونحن مشينا للمصرف تحت وابل الرصاص وخشينا جوا وكنا حتى منبطحين، يعني مصبينا لجنب الخزينة بس لأنه كان خطر جدا حتى نثبت هذا عكس هذا الاتهام. فهو نعم هو يفترض المجلس النواب يصر على الإقالة، والآن انتخاب جديد من أجل إقالة الصديق، أنا معاه مانيش ضد، أنا أتمنى أن ينتخب محافظ جديد بس يتمكن من ذهاب لترابلس، أنا أيادت محمد الشكري شخصيا، أنا ما عنديش مشكلة يعني.
في السابق لكن أنا اللي زعلتني يعني ناس شخص أنا علي محمد سالم الحبري تتلت للشرعية فهل أعاقب مثلي مثل الصديق؟ هذا هو أنا وجه احترامي. تعتقد المجلس النواب لم, يعني لم يكن وفيا لك ولي يعني هذه نظرتي أنا هذه نظرتي كإنسان نظرت لها يعني فيها نوع من عدم الوفاء الحقيقي. أنا طبعا مع طبعا أسجل يعني تقديري واحترامي الكبيرين للشيخ عقيلة صالح مستشار عقيلة صالح فعلا هذا الشخص الوحيد اللي كان داعم شخصي لي وكنت بالحقيقة خطوة بخطوة معه وكنت ناخذ في مشاورته في كل أعمالي الحقيقة اللي تمت ولم أجد منه في أي يوم من الأيام إلا القبول والتشجيع والاستمرار في العمل. لازال داعما لك لأنه لم يرى في جلسات انتخاب محافظ جديد سيد علي حبيب. نعم لازال نعم شخص بصراحة حصلت على وعود من الرئيس المستشار عقيلة صالح بأنه عملية انتخاب محافظ جديد لن تتم. لا عالم هذه الحقيقة أنا شخص أنا أمتثل للشرعية أنا أرني مع الشرعية أنا سأكون مع الشرعية بوجودي أو عدم وجودي. لكن تحذر من قضية لكن بصراحة أنا نحن درنا عمل ودرنا كيان ودرنا رؤية ودرنا برنامج عمل ماشي كويس فأنا تمنيت أنها تستكمل هذه الخطوة لا تستكمل بالقطع لأنك أنت لما تختار محافظ ونائب محافظ الآن وجدد فأنت تقوى تأكد أنك أنت حتقطع المشوار هذا حتقطع بكل معنى الكلمة. وتعتقد أنه جميع الشعارات التي رفعها أعضاء مجلس النواب حتى الذين اتصلوا معنا قبل أيام كانوا يدافعوا على خطوة اختيار محافظ جديد بأنها سترفع المعاناة على المواطنين حاولوا دغدغة الناس في هذا الجانب تعتقد أنها غير واقعية؟ لا أعتقد نعم لا غير واقعية هذه يعني 100% لا غير واقعية ما في ذلك شك. رفع معاناة الناس تحتاج برنامج عمل متوسط الأجل لا يمكن أنك أنت تحل المشاكل في الفترة القصيرة. وتعتقد أنه التوقيت كذلك سوف يضر بالبرلمان سوف يضر بالجيش سوف يضر بالشرعية؟ التوقيت طبعا مخطي تماما لأن بصراحة أنت سبقت الحوار السياسي وبينك أنت أوريدي شكلت لجنة الحوار وهذه الوظيفة ضمن الحوار فأنت لماذا تخسرها قبل الحوار يعني أنت خلي أوراقك الرابحة أثناء الحوار أفضل. إلى أي مدى أصلا هم قادرين على تعيين محافظ جديد بمعنى أنه صديق الكبير الذي كان عصيا على التغيير أو لزاحة طيلة المدة الماضية كيف لهم أن يتأكدوا الآن أنهم قادرين على الاتيان بشخص جديد ليحل محله؟ أنت قصدك تمكين هذا الشخص صحيح. في طرابلس يعني التمكين الله أعلم ربما عندهم حاجة سرية لكن هيك ظاهر الأمر هو أعلن أنه هو لن يترك المنصب وقابل السيد السويحلي وهذاكي قال على أساس أن هذا المنصب لن يكون إلا من خلال الحوار السياسي طيب هناك تحدي طيب أنا اللي مستغرب فيه حتى في تقرير الديوان توا الآن تقرير الديوان عندما دووا على مصرف البيضة قالوا أنه لا يوجد سلطة تشريعية يمكنها محاسبة السيد الصديق لأنه لا يوجد مجلس نواب هم مش معترفين أساسا بالسلطة يعني للأسف أن المنطقة الغربية لا تحترف بسلطة مجلس النواب على الإطلاق القانون الرقم 1 الخاص بإلغاء الفوائد المصرفية أصدر مجلس النواب قرار بتأجيله 5 سنوات الآن في النشرة اللي تو صدرت تو الشهر هذا صدرت اللي هي رقم 4 متاع 2016 مكتوب فيها في الصفحة الأولى اللي هي أسعار اللي هي الديسكاونت ريت بتاع أسعار الخصم والفوائد مكتوب أن هذه تم إيقاف العمل بها بموجب القانون رقم 1 تصور القوانين التي تصدر عن مجلس النواب لا يعمل بها في المنطقة الغربية يعني هناك تجاهل كامل إيش معنى بتجي على بس على الأشياء اللي هي طيب. الحقيقة الأشياء التي تربط مجلس النواب هي التي تخدم المنطقة الغربية طيب. الآن لو فرضنا جدلا وهو الخيار الأقرب للتحقق لأنه نعرف سلوك الرجل طيلة السنوات الماضية كان رافض للشرعية نتحدث عن الصديق الكبير الآن لو اختاروا محافظا أو اسما جديدا ليكون محافظا للمصرف المركزي ولم يسمح له الصديق الكبير إذن سوف يكون المحافظ الجديد هو بديل السيد علي الحبري في البيضة ولن يكون بديلا للصديق الكبير أنا وظيفتي الأصلية نائب المحافظ إلى الآن أي نعم ومكلف هذا القرار اللي عندي ومكلف بمنصب المحافظ مكلف بوظيفة المحافظ لحين تعيين مكتوبة يعني لحين تعيين محافظ مكتوبة في القرار فإذا أعين محافظ وما تمكنش مثلا وجاء معايا في البيضة مرحب بي يعني بدل واحد يقولوا اثنين يا أستاذ أحمد الأهداف الاستراتيجية لا ترتبط بالأشخاص يعني نحن الآن بمعي شخص عنده نفس الرؤية ونفس الاستراتيجية ونفس الهدف ونعمله كتف بكتف هذه هي رؤيتي نحن نبو وطن
نحن لا نريد مصرف لأننا مش نقعد وأنا مثلا رقم واحد، لا لا أبدا على الإطلاق. نحن الحقيقة نشتغل، ونحن حتى أصدرنا هذا الكتاب الحقيقة، وسيتم توزيعه ربما الأسبوع القادم على من ضمن مجلس النواب، يعني عندهم 200 نسخة. نحن أصدرنا هذا الكتاب اسمه ليبيا الأمر المستقبل، وهي أوراق علمية تتعلق بتحديد مفهوم المشكلة الاقتصادية في ليبيا. نعم. لأن رأي معرفة المشكلة الاقتصادية هي نص الحل. أعضاء مجلس النواب يعرفون المشكلة الاقتصادية؟ طبعاً اللي متخصص اقتصاد أكيد يعرف، اللي مش متخصص ما أعتقد. يعول خطورة يعني عملية قطع التقدم أو المشروع الاقتصادي الذي بدأت فيه الآن في المصرف في البيضة بهذا الإجراء الآن؟ يعون أنه بعملية اختيار محافظ جديد سوف يقطعون كل لا طبعاً ما تم القيام به في السابق؟ نحن طبعاً نظرة اقتصادية تقاوم عملية اقتصاد الريع، لأن راه اقتصاد الريع هو المشاكل اللي نحن تو نعانوا منها كلها، هي كلها من اقتصاد الريع. سعر الصرف اللي أنت الآن تحكي عليه المستنقع اللي نحن غرقين فيه بسبب أنه هو سعر الصرف ثابت، لأن نحن نبيعه في البترول، والبترول كان سعره غالي، لما نزل سعر الصرف قعد ثابت، احتياطياتنا النقدية بدأت تنهار، وسعر الصرف الموازي بدأ يرتفع. فالحقيقة كل ما نعانيه الآن هو بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة. نحن نعالج في الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، لكن في نفس الوقت لا بد من نظرة آنية للمشاكل التي يعاني منها الناس. سعر الصرف الثابت تعتقد أنه أيضا مشكلة؟ نعم. لكن في دول عربية على سبيل المثال؟ لا 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 نعم. لا الأردن ثابت، الثابت الأردن الفيكسد ريت. الأردن ثابت منذ عقود. ما هو أنت سعر الصرف هو انعكاس لقوة الاقتصاد. يعني أنت تو العنصر البشري في الأردن، كل العملة الصعبة تأتي من رجال الأعمال، من صناعات ومن تصدير ومن كفاءات ومن خدمات ومن عمالة أجنبية. هذه العناصر غير عندك أنت في ليبيا، لا يوجد. أنت للأسف العنصر البشري اللي هو مفروض بؤرة الاهتمام في الوطن للتنمية البشرية حتى يكون كفاءات مستقبلية لخلق الاقتصاد. نعم. أنت الآن معظم شعبك يأخذ في مرتبات في إطار توزيع الثروة. يعني على سبيل المثال 1.5 مليون موظف في شعب تعداده 6 مليون، يعني 25% وظائف حكومية عامة. طيب. توزيع ثروة. اسمح لي فقط أستاذ علي الحبي أتوقف الآن مع فاصل، من ثم نكمل حديثنا ونقاشنا مشاهدينا الكرام. نتوقف الآن مع فاصل قصير، من ثم يتجدد اللقاء. تفضلوا بقائي معنا. تحية لشهدائنا الأبرار في الفردوس الأعلى، تحية لأمهاتهم وأزواجهم وبنيهم، وأن جيشه الذي اكتفى بالتصدي أكثر من مرة لعصابات المجرمين الحالمين بالعودة للسيطرة على موانيه وحقوله النفطية وردهم على أعقابهم مهزومين مدحورين، قد قطع على نفسه العهد بأنه سيلاحقهم إلى داخل بيوتهم إذا ما تجرأوا وأعادوا الكرة مرة أخرى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مجددا أجدد الترحيب بضيفي في هذه الحلقة من برنامج الحدث، محافظ المصرف المركزي السيد علي الحبري. أجدد الترحيب بك، أستكمل معك في خطوة أو محاولة البرلمان اختيار محافظ جديد. البعض يتهم أنه في عملية شراء ذمم تتم، أنه هذا المنصب منصب مهم، وفيه من يتحدث عن شراء ولاءات. تعتقد أنه هذا الأمر بالفعل موجود أو يمكن يحدث؟ طبعا الله أعلم، طبعا الله أعلم. أنا شخصيا أنا ضد الفساد أساسا، لا أحب هذه الممارسات، ولا أحب من يساعدني، ولا من إذا كان هذه الوظيفة المحافظ ونائب المحافظ وصلوا إليها بهذه الطريقة فعلى الاقتصاد للسلام، لأن راه الاقتصاد النقدي حينهار بالكامل، وبالتالي لا عاد تلحق لسعر صرف، ولا عاد تلحق سيولة، ولا عاد تلحق تضخم، وحتقعد نفس اللي ما صار في زيمبابوي. يعني نحكي لك تجربة زيمبابوي اللي صار، يعني لغوا العملة بالكل وانتسبوا إلى الدولار، أصبحوا يستعملوا في الدولار، لغوا عملتهم مرة واحدة. فنحن لا نتمنى هذا ذلك. هذه المناصب يجب أن تكون اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم، يعني هذا هو قرآننا ودستورنا،
حفيظ عليم. هذه تحتاج إلى إنسان أمين ومتعلم عليم، يعني بمعرفة بعلم اللي هو الاقتصاد النقدي والاقتصاد الحقيقي. فإذا كان في هذه الممارسات أنا لا أعلم، ولكن أنا شخصيا لا أؤمن بهذه الممارسات، لا أريد لمن يساعدني ولا أريد من يتزلف لي ولن أخدم أحدا. مش ممكن تكون هذه الخطوة هي اللي ضرتك أستاذ علي الحبري، بمعنى أنك في من يتحدث أنك أقفلت الأبواب على أعضاء مجلس النواب؟ والله بها أستاذ أحمد بالنسبة لي أنا يعني هي روج دعاية ما أقولها، ولم تترك لك صديقا لأن هذه طبيعتي الشخصية بهت. أنا دائما أمتثل لقول سيدنا علي كرم الله وجهه، لا تشكي من الأيام لأن حال الأيام لا يدوم، ولا تبكي على الدنيا لأن نهايتها الرحيل، وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. هذا هو مبدأنا نحن. إذا كان تبي برنامج عمل، تبي اقتصاد، تبي رؤية، تبي خدمة المواطن. إذا كان تبي خدمة المواطن، مش معنى ذلك المواطن اللي هو موجود الآن قدامي، أنا أفكر في ابنك وابني، نفكر في الأوقات القادمة. نحن نريد نرفع العصر على الشباب، على المرأة، على رجال الأعمال، على المشروعات الصغرى المتوسطة، على انفتاحنا بالكل على استغلال كل مواردنا المتاحة في هذه الدولة. عندما نتكلم على إقليم اقتصاد الشرق، لما نديروا مسح كلي لهذا الاقتصاد ثم نستكشف ما هي الفرص والتحديات الموجودة فيه، سنخلق فرص العمل وسنخلق النمو. لكن راهو إذا كان اعتمدنا على النفط، بعت نفط حالك مبحبح، النفط طاح تطيح معاه. يحتاج عملية التنويع الاقتصادي إذن تحتاج إلى عقود. نعم نعم. طويلة ومشروع كبير. تحتاج عقود، تحتاج مشروعات، تحتاج كذا. طيب. سألتك على أعضاء مجلس النواب وعملية إقفال الأبواب، إن كانت فعلا قمت بهذا الأمر، في أعضاء مجلس النواب كانوا يطلبوا منك في طلبات شخصية، كانوا يجوك في مقرك في البيضاء؟ لا 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 ما عنديش. لا أنا بالنسبة لي أنا طبعا لا توجد طلبات شخصية. يعني أنا بحكم طبعي يعني الله غالب يعني هذه تركيبتي، فأنا عشان لا أتعامل مع الأمور الشخصية. طيب الآن أيضا الصديق الكبير، هناك من يتحدث أنه سوء علاقته مؤخرا بالمجلس الرئاسي بالسيد فايز سراج بأحمد معتيق هي التي دفعت الآن بعملية إزاحته أو محاولة إزاحته من البرلمان بالتعاون مع الرعيض أحد نواب مدينة مصراتة في البرلمان الذي يقود هذه الحملة الآن. طبعا لما تنظر للرعيض تنظر له من جانب اللي هو رجل أعمال، طبعا عنده مصلحة طبعا. هي الحقيقة هذه واحدة من النقاط القوية جدا، تضارب المصالح. طبعا أنت لما بتتكلم على اللي هو النقد الأجنبي، النقد الأجنبي طبعا أنت عارف أن الآن ما فيش توازن بين الطلب والعرض، يعني الطلب كبير والعرض قليل، لأنك أنت أسعار النفط متدنية وأيضا كمية الإنتاج متدنية، فطبعا هتكون كمية النقد الأجنبي اللي تجيك قليلة. في اللحظة هذه المفروض المحافظ ماذا يفعل؟ يجتمع به وزير المالية ويجتمع به وزير الاقتصاد ويحددوا ما هي أولويات المجتمع، لأن أنت عندك اللي هي ما يسمى البالانس اوف تريد اللي هي التجارة الخارجية، فأنت تحتاج غداء ودواء وتحتاج بعض المستلزمات في المجتمع، هذه ضرورية جدا بالنسبة لك. وبالنسبة لوزير المالية عنده اللي هي نفقات التحويلية زي العلاج والجرحى والطلبة وما إلى ذلك والسفارات، فأنت بتحدد الحد الأدنى لهذه الأشياء وتحط استراتيجية كيفية توريدها مباشرة بالسعر اللي هو المدعوم، وأما الباقي الأغراض كلها فلا تقدم ما تقدم لهاش بالسعر اللي هو الرسمي، تغير بمعنى مرات واحد يفهم منها سعرين، هي مش سعرين، تعلي سعر الصرف ولكن السلع الأساسية تأتي مدعومة كنت تدعمها بنسبة مئوية، أما السلع الأخرى فيجب أن يدفع مقابلها السعر الحقيقي. لماذا؟ لأن بهث عندما يكون عندك سعر ثابت وعندك عملية اقتصاد ريعي، لابد عادة المتعارف عليه إنه يقعد سعر صرفك يسموه مبالغ في قيمته أوفر فاليو، يعني قيمته أكبر من حقيقة الواقع اللي هي عليه، وبالتالي يجب أن يخفض، لأنك رأوا كل ما خليته مرتفع كل ما خليته مدعوم كل ما خليت عليه مضاربة، هذه المضاربة لن تتوقف، ولكن سنخسر بسببها رجال أعمال حقيقيين، فأنا نكسب الرجال الأعمال الحقيقيين لأنهم حيتجهوا للبنك ويشروا الدولار الرسمي بأي سعر موجود. الكثير يسأل سيد علي الحبري، ما الذي قام به سيد علي الحبري طيلة فترة بقائه كمحافظ للمصرف المركزي؟ هل حقق أي إنجازات تجعل مجلس النواب يفكر في انتخابه مجددا؟ بالنسبة طبعا فيما عدا
فيما عدا اللي هي المجهودات التي لم تثمر لبيع النفط حتى الآن. حقيقة أنك تعرف المؤسسة هي موجودة في بنغازي الشرعية. لا. فالمفروض أن المصدر لأن راه المصرف المركزي هو وعاء النقد الأجنبي اللي يجي من بيع النفط اللي هو من يتبع من يتبع الحكومة. حتى الآن حقيقة لم يتحقق أي تقدم في هذا المجال، وبالتالي لم تأتينا أي موارد. إذن لا يجب الحكم على شخص لم تأتي إليه موارد. إذن ماذا حققنا في الجانب الآخر؟ حققنا طبعا في سعر الصرف الآن نحن جاهزين لاتخاذ القرار، ولكن لابد يكون فيه نقد أجنبي. إذا لم يوجد نقد أجنبي يصعب اتخاذ القرار. أنا طبعا لا أريد أن أقول فيه نقد أجنبي جاي، لكن إن شاء الله أنا متوقع في القريب العاجل يكون عندنا نقد أجنبي. اثنين، في عملية السيولة نقد أجنبي من سيكون هناك، سيكون هناك من دون الإفصاح عن الجهة التي ستأتي السيولة. السيولة السيولة حقيقة اتخذنا قرار لا زال حتى الآن يحظى بحرب نووية من جميع الأطراف، مع أن في النظرية الاقتصادية لو خذينا نحن لو خذينا اللي هو ما يتعلق بالسيولة بكل بساطة يا أستاذ أحمد، نحن عندنا الآن بوفقا لعدد السكان معدل الإعالة 6 عندنا نحن حوالي 1,200,000 أسرة. لو قلنا كل أسرة تأخذ 1,000 دينار، يعني الحد الأدنى لإنفاقها الشهري نعتبره 1,000 دينار، يعني هذا الحد الأدنى، فنحن نحتاجه شهريا 1,200,000,000 وفقا للتوزيع السكاني اللي هو 10% الجنوب 30% الشرق و 60% الغرب، فأنا نحتاج شهريا 480,000,000. هذا حتى يمكنني أن أحقق لما يسمى درجة الإشباع. طبعا درجة الإشباع الدولة لما تقع في أزمة اقتصادية ماذا يحدث؟ يصير عادة عدم تأكد. يعني أنت الآن هل تثق في حسابك اللي في البنك أن هتستمر مرتبك اللي موجود فيه أنك تأخذه في يوم من الأيام؟ هتقدر تأخذ في 500 والله 1,000، وإلا تشوف شي واسطة يطلع لك مبلغ، ولكن هتقدر ديما عندك شعور باطني لأنك في حالة عدم تأكد أن هذا المبلغ ممكن يريح في أي لحظة. يعني هذا في الأزمات الاقتصادية يحدث دائما. فماذا يحدث؟ كل رجال الأعمال حيقول عندهم عزوف على وضع أموالهم في البنوك، الأفراد حيقد عندهم دافع لسحب أموالهم من البنوك. هذه تسمى في علم الاقتصاد مصيدة السيولة. في هذه الحالة تصبح السيولة عبارة عن أنت تطلعها وتحطها عندك في الحوش، تنفقها أو ما تنفقهاش مش مهم، لكن أنت تقول والله عندي جنبي فلوسي جنبي خير مني قعدات في حالة عدم تأكد. في هذه اللحظة أنا ما نقدرش نحقق لك درجة الإشباع. لا. أنا بنوصل من درجة الإشباع إلى درجة الاستقرار. يعني هذا أنا بس تو رسمتها بيش نوضح حتى للمشاهد بيش أنا تو الآن نوصل لدرجة الإشباع. بكل بساطة، هل مشكلة السيولة تخص مصرف بعينه أم هي مشكلة عامة؟ إذا كان هي مشكلة عامة إذن هي مسؤولية البنك المركزي لأنه هو أبو المصارف، وهذه وجديد تو مش فاهمينها. إذا كان هي مشكلة عامة فهي تخص كل المصارف، إذن هي من مسؤولية البنك المركزي مباشرة. ماذا يفعل البنك المركزي؟ لابد أن يفعل البنك المركزي إجراءات استباقية زي ما قلت لك من بكري، اللي هو محافظ البنك المركزي الأمريكي. أسمع ماذا يقول في هذا الموضوع. المهمة الرئيسية للبنك المركزي هي التصرف بسرعة وبشكل استباقي. هذه مهمة جدا. شجاعة اتخاذ القرارات يجب أن تتواكب مع الأزمة، ويجب أن تسير معها خطوة بخطوة وكتف بكتف. نحن الآن بيش نحن ندير كذا؟ بكل بساطة أحد أمرين، يا أما نطبع نقود، أنا ما بيش نقول كم وكذا تو، يا إما مرة أخرى غير العملة التي طبعت في السابق في روسيا. لا 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 تمتد شيء، لكن في من قال أنه أنها ساهمت في التضخم. لا 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 ما وفي انهيار قيمة العملة لا المحلية. لا 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 الأموال يحملكم المسؤولية عن ذلك أيضا. يعني هذا يعني مع احترامي وتقديري يعني هذه نظريات اقتصادية قديمة. يعني هذه النظرية نظرية كمية النقود هذه قديمة، يعني الآن لا تعمل في الاقتصاديات الحديثة. يعني أنت راه الآن العالم ماش يشتغل بالغطاء النقدي وكذا، ونحن تو والله غالب عندنا قانون ونحترمه، لكن راه الاقتصاد الحديث لا يعمل بهذه الطرق. يعني أنا مستعد نرد على أي واحد وحتى مباشرة، يعني ما فيش مشكلة. نظرية كمية النقود تقول أن النقود إذا كان طبعت بدون حاجة الاقتصاد تؤدي للتضخم. كيف تكون بدون حاجة الاقتصاد؟ بمعنى أن الاقتصاد وصل لمرحلة التشغيل الكامل،
مرحلة التشغيل كامل أن كل الفرص الاقتصادية قد استغلت، وبالتالي أي كمية نقود إضافية لن تضيف شيئا، وبالتالي سيتنافس عليها اللي هم يأخذوا في هذه الأموال على نفس السلعة الثابتة. لكن أنت لو بهت ليبيا، خودها معايا ليبيا غير بهت لها كيف استيراد. طبعا لما يجد السعر الصرف ثابت والاقتصاد صغير ومفتوح، عارف معنى اقتصاد مفتوح؟ يعني يجيب في كل معظم سلعة من برا. يعني أنت توه الوقت لو خدينا هالدار هذه تخيل ترى طلع لي حاجة من ليبيا. طيب أستاذ علي الحبري، أنت تحدث يعني هذه مهمة، هذه مهمة أنت تحدث فهمها للناس مهمة. أكثر من لقاء تحدث بنفس يعني هذه مهمة، هذه كمية الأمور، لكن الناس تريد حلول الآن، بمعنى أنه خلال الأشهر الماضية الحلول زاد التضخم، الناس بدأت تعاني الآن. لماذا التضخم؟ وربما لا تريد فقط الحديث في جانب نظري، تريد إجراءات عملية توقف النزيف الذي تعاني عدل سعر الصرف. نعم سعر الصرف وأنت شخصيا غير قادر على اتخاذ هذه الخطوة. ما سعر الصرف مرتبط بالنقد الأجنبي. الصديق الكبير يستطيع فعل ذلك؟ فردا لا، لا أعتقد. طيب ألم يكن لديكم فرصة في السابق، بمعنى أنكم كنتم تتمتعون بالشرعية الدولية، أتحدث عن الجميع، مجلس النواب والحكومة المؤقتة، بعد ثلاث سنوات من اتهمكم أنكم ربما تأخرتم في اتخاذ الإجراءات الضرورية، عمليات تعيين الكوادر اللازمة؟ لا لا ما استغلها الجانب الآخر. لا ما فيش لا لا، نحن طبعا منع علينا اللي هو السويفت طبعا، هذا بالمجتمع الدولي طبعا قالوا لا، لأنهم ثلاث مؤسسات اللي هي المصرف المركزي، المؤسسة البيئة للاستثمار، المؤسسة الوطنية للنفط، قالوا لازم تعمل من طرابلس ولا يجب. وحتى حتى سويفت لما عديت قابلتهم شخصيا في بلجيكا وفي دبي، طبعا ردوا علينا بتعذر في الوقت الحالي. السويفت يعني منع مش تأخر أو تأخرته؟ لا منع من المجتمع الدولي. في من يقول أنكم لو ذهبتم بسرعة إلى هناك كان تم إجراء. نحن ذهبنا بسرعة، نحن شرينا حتى المعدات وكل شيء في نفس، نحن شرينا في الثلاث شهور الأولى فقط. في من يقول لما افتتحنا المبنى كان موجود السويفت وكل شيء، لكن الشفرة لم تعطلنا. في من يقول أنه السيد علي الحبري وأيضا دكتور مراجع غيث وكيل وزارة المالية عضو المصرف المركزي تأخرا، ذهبا إلى بريطانيا وبلجيكا متأخرا. لا لا لا، لا غير صحيح. لا لا غير صحيح. لا لا غير صحيح. طيب. حتى طباعة العملة منعت علينا لعلمك. لماذا ذهبنا لروسيا؟ نحن ذهبنا لروسيا لماذا؟ نحن طبعا شركة ديلارو رفضت التعامل معنا بتوجيه من الخارجية البريطانية، مشينا لألمانيا باعتبار. لماذا أنا مشيت لألمانيا؟ ما قلت لك أنا طبعا بطبعي نحب الإجراءات اللي هي بعيدة عن الفساد يعني. مشيت لألمانيا اللي كانت هي الثانية في العطاء، لأني أنا كنت مدير العطاء، كانت الشركة الثانية هي الشركة الألمانية، مشينا للشركة الألمانية. وكان معنا الله يرحمه السنوسي كويدير اللي هو كان سفير ألمانيا، توفى يعني سفير ليبيا في ألمانيا صحيح. كان يعني معاه الفريق متاعي، لأني أنا ما مشيتش لكن مشى فريق كامل، لأن اجتمعت مع الشركة الألمانية ووافقوا أنهم يطبعوا لنا. ثم دعوا الفريق إلى ألمانيا وقالوا لابد من حضور السفير، لأن وزارة الخارجية الألمانية قالت لا، هذا الموضوع لابد نشاوروا فيه مع المبعوث الدولي، ويبدو أن المبعوث الدولي أفاد بعدم التعاون. بريطانيا لم ترحب في البداية بعملية نعم. بريطانيا نعم رفضت. طيب درنا فيها حتى محكمة لعلمك الخاص، لكن ما قلت لك رفضت هي. قالت أن نحن نعطوا في العقد مع طرابلس رغم سيطرة الميليشيات وانقلاب فجر ليبيا وأن الشرعية انتقلت يعني إلى محظوظين. رغم أننا يعني أنا أفخر بانطباع في روسيا وسأستمر في ذلك، يعني لأني أعرف أن ذلك لا علاقة له بالتضخم. حتطبع مرة أخرى أستاذ علي الحبري لو استمريت في منصبك؟ يتمنى نعم خلال أشهر، لين بيش نحل مشكلة السيولة حل جذري. لكن المرة الأولى لكن ترى لازم تحقق درجة الإشباع لتصل لدرجة الاستقرار. عملية الطباعة الأولى لم تحل المشكلة أستاذ علي الحبري. ما قلت لك درجة الإشباع، أنت تو الآن اللي نعطوا فيه نحن اللي هي درجة المعاناة مش الإشباع. يعني نحن نعطوا الآن في 400-500، هذه طبعا لا تكفي الحقيقة، لكن باش توصل درجة الإشباع لابد يكون عندك المبلغ هذا شهريا في المصارف. طيب يعني لما توصل درجة الإشباع يبقى تنقص الجرعات لدرجة الاستقرار. قيمة العملة التي طبعت في السابق في روسيا 4 مليار. نعم. الآن لو استمريت في منصبك خلال أشهر سوف تقوم بطباعة. نعم. سأقوم بحل مشكلة السيولة. حل خليك من الطباعة، لأن الطباعة تقوم بطباعة العملة لكن في روسيا. لكن الطباعة مش لأن الطباعة هم يقولوا بلا غطاء. يعني حتطبع بطريقة أخرى، حتكون في غطاء. نعم نعم
ولم تفصح على نعم ما هو ما نبيش نفصح انا على الوسائل المعالجه انا ما حتى انا يعني في النهايه صاحب فكر يعني قد يكون يعني واحد ينظر له فكر لا قيمة له اقتصاديا لكن أنا أجد أنه هو فكر اقتصادي فكر حقيقي فكر استباقي فكر يحقق حلول للمشاكل وليس فكر يعني اعتباطي هيك وخلاص لكن أنا مش معقول أنت تطرح أفكارك وهم يأخذوها على طبق من فضة وتستغل وفي النهاية لما تديرها أنت يهجموك يعني مش معقول يعني لكن رأوا مشكلة السيولة ما هيش مشكلة صعبة على الإطلاق مشكلة سهلة أنا راني أتعمد تأخيرها بأنني نبي ندخل وسائل الدفع البديلة يعني على سبيل المثال توا في رمضان تتعمد تأخيرها بأي معنى أستاذ علي بمعنى أني نبي وسائل الدفع الحالية أقصد كنت قادر على إيقاف لا عملية لازمة السيولة في السابق أمتى خلال الأشهر الماضية لا لا, لا لا تبي حل كبير بحل على مستوى ليبيا لكن الحل راه استباقي مش حل يعني ما لابد حل استثنائي ما أنت توا في أزمة شديدة أنت عندك واحد توا طايح وعنده نزيف وظيفتك الأولى إيقاف النزيف خليك عن عنده consequences أخرى تعالجها لاحقا لكن لابد توقف النزيف الآن أنت عندك واحد يحتاج إلى الذنب اللي هو السيولة فلازم تدخل السيولة اللي هي البنوك البنوك الآن كلها في حاجة للسيولة أستاذ أحمد في النظرية الاقتصادية اللي هي الكتلة النقدية اللي هي وسائل الدفع هذه كلها تمثل مستوى عالي من السيولة عرف أنت كم توا الكتلة النقدية حسب التقرير بتاع مصرف ليبيا توا نهاية 2016 94 مليون لازم يكون عندك 94 مليار طيب فلازم يكون عندك 94 مليار تعرف أنه في مشاكل اقتصادية ومالية عديدة أبرزها غلاء الأسعار لكن المشكلة الأبرز كانت الازدحام الشديد أمام المصارف التجارية عدم قدرة المواطنين على أخذ مرتباتهم الآن سوف تنتهي هذه الأزمة خلال أشهر قليلة لو ظل السيد علي الحبري في مصر ما قلت لك نحن نستخدم توفي بداية للدفع اللي هي القروض الآن يعني مشكور المصرف التجارة والتنمية ماشي خطوات ممتازة يعني عنده بطاقة تدفعلي وعنده اللي هو الصك السياحي الآن مصرف الوحدة الحقيقة دار البطاقة حتى هو بطاقة زاد وبطاقة كذا الآن مصرف الإجماع حتى هو عنده فكرة بطاقة الآن نحن في مصرف ليبيا الآن درنا الآن تحت الطباعة الآن 60,000 وتقريبا 80,000 يعني 240,000 بطاقة الآن يعني ناتو في رمضان المبارك إن شاء الله حيتم توزيع بطاقات هذه البطاقات حتوزع على اللي هم المتقاعدين وعلى صندوق التضامن وعلى مستحقي الزكاة وحتوزع أيضا على اللي هم الحد الأدنى للدخل تقريبا 450 وأيضا أصحاب الحوافظ وحيتوزع من ضمن هذه حد 240 ألف بطاقة حتكون في 115 ألف عائلة حتخضع له لسلة رمضان سلة خيرية مجانية كل واحد حيستلم بطاقة يعني هذه من الإنجازات الكبيرة جدا لكن تو لما جيت يقول لك ما يعني ما الناس لا تحسب راهي لا لا نعطيك مثال في الإجراءات التي اتخذتها مثال المصارف التجارية خدمة تدفعلي على سبيل المثال أستاذ علي الحبري وأيضا بطاقة مصرف الوحدة بعض المواطنين اشتكوا من أنه في إجراءات تتخذ من قبل محلات تجارية كبيرة على سبيل المثال ادفعلي تفرض قيمة سلعة معينة يعني تقدر تأخذ زيت نوع معين فقط وطماطم نوع معين فقط أيضا عملية بطاقة الزاد يفرض على المواطن أن يأخذ بقيمة 100 دينار فقط وتعرف غلاء الأسعار الآن 100 دينار مش حد الحاجة لا لا بالنسبة لنا احنا مفتوحات يعني لا أقصد لماذا لا يتم يمكن للمصارف التجارية أن تعاقب المحلات التي تتعامل بهذا السلوك مع المواطنين في النهاية المواطن مش جاي يشحت لا هذه ممكن تو نشوفها يعني ما جاتنا الشكوى في الكلام هذا نحن مصرف مركزي كان جاتنا شكوى أنا بحتوها لكن حسب معلوماتي ان نحن فاتحين لانه اوريدي ندفع في 25 او 30% سيوله نحن مقابل الدفع هذا فنتابعوا فيه لك ما جاتناش اي شكوى بتو بالكلام هذا ربما يكون حد يقول فيه لكن هل هو واقع غير واقع يعني ما جاتناش شكوى رسميه على سبيل المثال نؤكد يعني ذلك عندنا فريق التفتيش بعد الحلقه يا ريت لا يا ريت تجينا شكوى كتابيه باش يمشي فريق تفتيش لانه مهم جدا ان يمشي فريق تفتيش ما فيش ضوابط الحقيقة نحن بالعكس نبو بدائل النقدية لأن نحن ما نبوش نعيشوا ديما على عملية طباعة وسيولة وكذا طالما في إمكانية نستخدم البطاقات وناخذ سلعتي وناخذ كذا ويقعد مرتبي قاعد ونصرف منه بالطريقة هذه حتقدر إيش الأموال كلها في الإطار المصرفي لأن راه بقاء الأموال في المصارف هو قطر التنمية اللي ننظر إليها
فقط معلومة ربما يستمع إليها الناس لأول مرة، أن تؤكد سيد علي الحبري أن عملية طباعة العملة مرة أخرى سوف تتم في روسيا خلال الأشهر قادمة، وسوف تنهي أزمة السيولة بحل استثنائي طبعا. نعم بحل استثنائي. نعم نعم. طيب وعملية البطاقات الجديدة التي سوف تطبع الآن وسوف يمكن منها المواطنين؟ طبعا 240 ألف بطاقة حيتم توزيعها طبعا خلال شهر رمضان، فيه منها اللي هو 115 ألف بطاقة، هذه حتكون فيها مبلغ مجاني اللي هي سماها سلة رمضان، مسمينها سلة الخير. هذه لجنة الأزمة قامت بها مصرف المركزي الاقتصاد ولجنة الأزمة. نعم الاقتصاد في العقود المؤقتة ولجنة الأزمة. هي ذات عملية تفعيل الجمعيات الاستهلاكية. نحن والله توا بش هي فكرة بديلة. هي فكرة بديلة لكن طبعا نحن رعينا فيها إلغاء الدعم، يعني السلع ما هيش مدعومة، يعني حتكون بنفس هي أقل من سعر السوق ولكن بدون دعم. نحن لابد نعود المواطن درجة درجة إن نحن نلغو الدعم على القادرين ونمنح غير القادرين اللي هي زي ما تقول هذه سلة الغذاء إن شاء الله ربما تكون حتى تستمر. الآن حتغطي 115 ألف أسرة اللي هي سلة رمضان وربما تستمر ونقدر نورده باستمرار كتدفق سلعي بحيث أنت تدفع قيمة هذه السلعة بدون دعم، وفي نفس الوقت الدعم يمشي بطريقة غير مباشرة إلى اللي هم المحتاجين في إطار ما يسمى بشبكات الأمان الاجتماعي. وهذا طبعا الأسلوب الاقتصادي الحديث. هذا قبل رمضان سوف يتم إن شاء الله، هذا مع رمضان، في رمضان يعني هذه السلع تقريبا حتكون جاهزة قبل رمضان بعشر أيام أو خمس أيام. مش كيف مصر لنا عام أول جت في تقريبا ليلة القدر نتيجة البيروقراطية العويصة. طيب من الشرائح التي سوف يتم توزيع عليها هذه السلة؟ هذه اللي زي ما قلت لك اللي هم صندوق الضمان الاجتماعي اللي يأخذوا في الحد الأدنى وصندوق التضامن وعندك اللي هم مستحقي الزكاة، مستحقي الزكاة وأصحاب الحوافظ اللي هم اللي بتقول اللي أصحاب الدخل المحدود يعني. طيب الآن المشاهدين يتحدثوا على السؤال لك فيما يتعلق بالشروط القاسية الآن، وفي محلات تفرض على المواطنين أخذ سلع معينة فقط. الآن أيضا هذه أول مرة نسمعها يتحدث يعني مواطن على عملية بطاقة مصرف الوحدة وكيف أنه عدد كبير من المحلات يرفضون التعامل مع مصرف الوحدة وبطاقات مصرف الوحدة. إيه نبي شكوى، ما أنا لابد شكوى كتابية. أنا ما نتعاملش لابد تجيني شكوى مش نكلف اللي هو فريق الرقابة المصرفية بيدير لي تفتيش ويدير لي تقرير وبحث الأسباب ومقابلة المصرف ومعالجة الانحرافات. تقرير من من يعني مواطن الآن؟ أي مواطن يقدم بشكوى. نعم كتابية معلومات بس معلومة الآن على الهواء تأتي خلاص يعني حنتعاملوا معها حنتعاملوا معها يعني من طيب. مدى يعني طيب في مواطن اتصل بقناة ليبيا الحدث الآن ويتحدث عن هذه الشكاوى. طيب سوف نستقبل المكالمة الهاتفية بعد قليل. طيب لو فقط الزملاء يحولون علي الاتصال حتى نتمكن من الاستماع لشكوى مواطن على الهواء مباشرة فيما يتعلق بهذه الأزمة الآن بعد قليل. طيب خلال الأشهر الماضية زادت نسبة التضخم وزادت الأوضاع سوءا ووصلت الأسعار إلى مستويات قياسية لم تصل إليها البلاد من قبل. في من يحمل مسؤولية للانقسام السياسي لكن أيضا الانقسام السياسي منذ ثلاث سنوات، لماذا خلال ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر الماضية زادت الأزمة سيد علي الحبري؟ لأن لا يوجد إدارة نقد أجنبي في المصرف المركزي، يعني هناك احتياطيات نقد أجنبي ولكن لا توجد إدارة للنقد الأجنبي. المصرف المركزي وظيفته الرئيسية هي التدخل في السوق. لماذا؟ لأن السعر ثابت، السعر ثابت حتى تحافظ عليه لابد من التدخل في السوق. عادة عندما يصير اللي هي فجوة ما بين اللي هي الطلب والعرض يبرز إيش السوق الموازي، لأن كثير من اللي ما يستطيعوش يحصلوا على الدولار بالسعر الرسمي حيتجهوا للسوق الموازي باعتبار واحد عنده مصنع ما يبيش يسيب طبعا مصنع يرقد وكذا فيشري يقول لك أنا ونغير السعر يعني. فطبعا هذه العملية اللي هي عدم تدخل لرأب الصدع في الفجوة طبعا يخلي السوق الموازي يصعد ويخلي التأخر في اتخاذ القرار، لأن زي ما قلت لك أنا لابد التصرف بسرعة وبشكل استباقي، ما تخليش الفجوة تتسع وتقعد تأخذ لي في قرارات فجائية تجي مثلا في رمضان تقول هيا بنعطي اعتمادات مستندات تحت تحصيل. والحقيقة الآن التقرير بتاع ديوان المحاسبة أثبت مما لا يدع مجال للشك أن تصور الآن النسب اللي هي ممكن 14% اللي جت بها سلع
مش من مئات الملايين الدولارات، هذه كلها اتجهت للسوق الموازية وأصبحت جزء من الطلب لأن العرض ما فيش. طيب. فطبعا ماذا يحدث هنا؟ كل ما يرتفع السوق الموازية، السوق الموازية نحن اقتصاد مفتوح، كل سلع ما تأتي من برا تقريبا 90% الآن نسبة السلع اللي تأتي من برا تصل إلى 90%، بمعنى ما عندكش أنت إنتاج محلي أو جانب العرض عندك مفقود. فماذا يحدث؟ كل ما يعلى سعر الصرف في السوق الموازية، كل ما يكون تسعير السلع اللي في السوق باللي هي بالفرصة المتاحة للربحية أو تكلفة الفرصة البديلة، اللي هو يقول لك والله مرات أنا ما نحصلش نضطر نجيب بالسوق الموازية، فيسعر بالسوق الموازية فيرتفع التضخم. يعني اللي وريك لا توا الجدول بتاع التضخم، التضخم طبعا لما يجد السعر ثابت شوفه حيتجهد. طيب اسمح لي فقط أن أستقبل مكالمة هاتفية من مواطن. طيب أفسح لك المجال. السلام عليكم، مرحبا بك، تفضل. سيد احمد مرحبا، ضيفك الكريم يا سيد احمد. اهلا اهلا بك، تفضل. يا سيد احمد، بالنسبه للبطاقه بزاد نحب النواك كلمه نفس الاسواق والله قريب ينزلنا لزيني. من اي مدينه تحدثني؟ المعامل هذه ما استعمل غاها نهائيا. من اي مدينه تحدثني لو سمحت لي؟ فرض عين اربع اشياء: سكر وزيت وطماطم حليب بجنيهين هكيه صغيره دايره فقط، اكثر هيك ما تاخذ شيء. وبرمت اليوم بغازي كلها، واي محل تمشي له يقول لك لا البطاقه اللي ما تعاملش بها، ونفس نفس المشكله في برنامج ادفع لي. حدونا سعر معين وبضاعه معينه فقط لا غير. واذا كان سيد الهبري مش يمشي معنا في سوق الليتي، وتاكد اربع اصناف فقط لا غير، سكر وزيت وطماطم والحليب دايرين بجنيهين حكايه صغيره. جميع المحلات اللي دارت اعلان على برنامج زاد او ادفع لي نفس الشيء، تعدي لك قريب لزك لز، مع احترامي للمحلات قريب لزك لز. يعني سوق الليتي تتحدث عن سوق الليتي، تتحدث عن سوق الليتي تحديدا واسواق اخرى في بنغازي، هذا يعني مباشره على الهواء ان توجه بهذا الاحتجاج. من اي مصرف البطاقه التي تملكها؟ بطاقه الزاد يحدد لك مبلغ معين فقط لا غير. وتمشي لها تقول يعني للاسف شيء قلت لها تعطيني شحته، تصبي قدام سوسوت لفودنا تقول لها تشتري البطاقه، لا 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 ما تعملش معايا بهذا فيك. يعني للاسف. حسابك في اي مصرف؟ البطاقه التي تستعملها من اي مصرف؟ مصرف الوحده بطاقه زاد. وايضا هذه القيود موجوده على خدمه ادفع لي لدى بعض المحلات، وانت تتحدث على سوق معين ايضا كمثال. نطلب من وبالتاكيد السيد علي الحبري الان يستمع الى هذه الشكوى والمصرف سوف يتدخل. طيب مواطن اخر يتحدث، افسح له المجال الان. طيب تفضل. طيب مواطن اخر يريد ان يقدم شكوى الان، فتحنا الباب للمواطنين ربما تعليقا على حديثي فيما يتعلق او حديثك سيد علي الحبري فيما يتعلق بانه في اجراءات بديله عن الدفع المباشر فيما يتعلق الان باجراءات بعض المصارف كخدمه ادفع لي وايضا بطاقه الزاد لمصرف الوحده. مواطن ايضا ينضم الي ليقدم شكوى الان. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك. مرحبتين استاذ احمد وضيفك الكريم. اهلا اهلا بك، تفضل. يا استاذ احمد، في شيء معين في الادفع لي بالنسبة للدفع الإلي، طبعا القيمة غالية، يعلو فيها حتى داخل المحل بروحه، أي محلنا في المحلات شفتهم في بنغازي، ما قدرش نذكر المحلات لأنه يقول لك أنا المصرف يعطل ما أعطاني القيمة بتاعتي، فهو يعلي في القيمة، فالقيمة نلقاها أنا بدي يعني عبارة عن راتب بناء جوا ناخذ فيه غصبا عني، يعني بناكل غصبا عني بالقيمة اللي هو فرض عليه جوا في المحل، لأني ما عنديش سيول أنا، فأنا بناخذ من جوا فيفرض عليه. فهو حل نافع للتاجر ونافع للمصرف عشان ما فيش ازدحام له عشان السيولة والقصة هذه اللي ما باش تنتهي إلى الآن، لكن مش نافع للمواطن ركض الريح. هذا شيء. الشيء الثاني بالنسبه لرفع الدعم، يرتفع الدعم، في ناس ما تقضاش في رواتب، فكيف بيتم عليهم رفع الدعم هذوم؟ فهمت؟ تبي تراعي جميع الظروف، هو كرجل يعني نقدره ونحترمه كمحافظ ليبيا المركزي، لكن المفروض يبقى في حل. تونا نبي حل قبل رمضان بخمس ايام، افرض ما صارش منا الحل هذايا قبل رمضان بخمس ايام. لا. فكيف يعني كيف يصير فينا نحن في اللقطه هذيا؟ نبوا حل جذري صح، يعني كان عندك حل يقولنا انا عندي حل جذري، راهو الموضوع واحد كذا كذا كذا، لكن ان السيوله داخل المصرف، هو يقول لنا بدي ما شفتهاش وما شكاش مني اي مواطن. يا
سيدي هو يمشي يجول، يدز اي مواطن يجول، حياكاه في كل المحلات، الكلام هذا في كل المحلات. انت استيكت الميه مثال بسيط، استيكت الميه وصلت 6 جنيه و7 جنيه تاخذ فيه في محلات معينه، ما بداش نذكر المحلات معروفه هاي نتاع فاعلي، تلقى انت راتبك ينتهي بالكامل عباره عن تاخذ حاجات ما يكفلكش حتى 20 يوم. هذه نقطه. النقطه الثانيه زي حليب الاطفال، زي حفاضات الاطفال، زي كذا، في محلات وفي صيدليات ما يعطينش. وتو الطفل هذا شو بيصير فيه ولا ما عنديش سيوله، يعني ناس يقول ان خلص المصرف 50 جنيه ولا 60 جنيه تعبي لي بنزينه لاخذ حاجتي الشخصيه بس فقط، الباقي كله من المصرف، ونمشي نقاد اك ونلقى الحاجه اللي يقول لك ما فيش. ولا اليوم هذا المنظومه انا باش تشتغل بتاع المحل واعطيني اربع ايام، لا ما عادش نتعامل مع السكوك، نتعامل مع ادفع، لا ما نتعامل مع ادفع، ما نتعاملش مع السكوك، لا المصرف هذا ما يتبعنيش المصرف هو. تمت الموضوع هذا ساكن، نحن توا في الحاله هذه ممكن هكي واحد يتعامل مع واحد وكذا وتجيب عادي، لكن في رمضان تبقى مشكله. في الناس اللي ما تعرفش لا تمشي للمصرف ولا عنده كذا، وقيمه الراتب بالكامل يحطها يعني 800 دينار تقدر ما يسكنكش 10 ايام ولا 15 يوم في الظروف اللي موجوده توا. هذا اللي بنحكي عليه. هل في حل جذر؟ وكان هو يبي شكوى من المواطن حيجوا بيكمل هاي، حدد يوم يستقبل فيه المواطنين، حيقام عنده ان شاء الله في مكان اقامته غادي أبو البيضة ولا كان في مكتبة، حيجوك إلا. شكرا أشكرك. الآن استمعنا إلى شكوى ثانية من مواطن ليبي آخر. أستاذ علي الحبري، تعرف هؤلاء يعرفون السيد علي الحبري فقط محافظا للمصرف المركزي، هؤلاء لا يعترفون بحكم انتمائهم أو اعترافهم بالشرعية بالصديق الكبير وغيره. الآن يشكون، يتحدث حتى فرق في السعر، سواء بالكاش بسعر معين ضعف بخدمة تفعلي أو ببطاقة الزاد. ضعف السعر؟ يعني النسبة كبيرة، تحدث عن 25% وأكثر، 50% وصلت. إيه، لأن إحنا تو كتبنا هنديروا اجتماع من المصارف زي المجمعات الاستهلاكية، لكن غريبة هذا. هي هذه المشكلة بالتأكيد عند المحلات، نتحدث عند الأسواق وليست عند المصارف. هي خدمة وضعت لتخفف المعاناة على الناس، الآن يتم استغلالها بطرق غير شرعية. لا حاضر للأسف. طيب نحن تو لما نقولوا أنت المحافظ، هي قضية السيولة نحن نقدر نحلوها، ما هيش إشكالية صعبة، لكن نبغى نعود الناس على اللي هو الدفع الإلكتروني. لكن نتمنى أن الدفع الإلكتروني يقبل الجميع، حتى هو كاش يعني. يعني تو لما نعطيك صك أستاذ أحمد قال لك حصوا فيك كأنه نشحت. أي هي هذه بصراحة هذا سلوك سيء، سلوك هو والله. هو نتمنى يعني تو لما نعطيك صك تقول لي انت مثلا فرض الصك ب100، تقول لي والله كان بتعطيني كاش اعطيني 80، يعني هذه جريمه، هذا ربا، هذا هو الربا. انت تبدل في نقود بنقود الان. حتى سعر الدولار في السوق الموازيه ب8 بالكاش وصل ب 11.75 بهذه السلعه. يعني انت دولار ودينار مش واحد، سلعتين يعني، ممكن البيع يختلف لانه بيقول لك والله كاش بشكل ومؤجل بشكل، لانه ينظر للصك انه مؤجل يعني. لكن لما يقعد الدينار بالدينار، هي المشكلة الدينار بالدينار هذا ربا مؤكدا. طيب والدولار لماذا وصل إلى هذه المستويات الكبيرة الآن؟ وصل هذه المستويات لأن السوق الموازية هي سوق وهمية، هي ما هي سوق كبيرة بالشكل اللي أنت تتوقعه في دولة نفطية وفي عدد سكان لا يتعدى 6 مليون، يعني اقتصاد صغير بمعنى آخر. أنت الآن، أنا شخصيا بمئة مليون ممكن تطيح السعر. الآن لو عندي 100 مليون أنا ندير بهن اللي هو نبدا ندير انترفينشن تدخل، سعر الصرف راهو حساس جدا للازمات، واذا تاخر المصرف المركزي عن التدخل في السوق الموازيه فهو يؤدي الى استفحال الامر. الحقيقه الطريقه اللي اتبعت من المصرف المركزي طرابلس لا يوجد فيها اي تدخل، هي عباره عن قفزات، يعني يمشي 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 5 شهور ما فيش فلوس ويبدا السوق يشتغل، بعدها فجاه يقول لك بنعطي اعتمادات، ما يجيش. لابد يكون تدخل منتظم ومن من خلال اداره مختصه للنقد الاجنبي. مش لو كنت قادر على حل هذه لهد، انا اعدك يعني، لكن انا هذا الوعد قائم على شرط لم يتحقق بعد. يعني هنا قلت لك انتظر بشكل او باخر نقد اجنبي، اذا جاء هذا النقد صدقني اول خطوه تندار اللي هي تندار فريق للنقد الاجنبي، وتقوى تاكد ان كل شيء حيتغير. ولكن انت تو باش ما نوعدش ويقعد غير مجرد كلام، خلينا نشتغل على السيوله. السيوله نحن نشتغلوا عليها، وتعتقد الموضوع اسهل؟ انا شخصيا شايف ان السيوله يعني فعلا يعني ايزي تاسك،
ونقدر نخش عليها ونحن اوريدي خشين عليها. يعني نحن تو متوقعين ان نعطوا يعني 750 دينار تقريبا قبل رمضان ممكن باسبوع او 10 ايام لانك انت عارف الناس تقبل على الشراء قبل يجي رمضان، ومتوقعين ايضا يعني قبل 20 رمضان يكون عندهم ايضا 750 يعني. فنحن ان شاء الله يعني حنبدا بكل الوسائل ان هم في رمضان يكونوا متريحين الناس. لكن الحل الجذري لدرجه الاشباع الحقيقه انا وكان ناقي يتاجل حتى يكون المصرف المركزي فعلا على قلب رجل واحد وعنده رؤيه واحده وسياسه واحده، حتى ما يكونش فيه ايش جدل. هذا ليش دار هكي، هذا خرب، مش هو طبعا قاعد تو التضخم السيوله سعر الصرف، هذين الثلاثه هي عدونا اللدود في الوقت الحالي. نحن نعمل بجديه على الموضوع هذا، لكن راهي معظمها مرتبطه باحتياطي النقد الاجنبي، معظم هذه المشاكل مرتبطه لانك نقد اقتصاد ريعي معتمد على مصدر واحد في الداخل، وبالتالي السيطره على النقد الاجنبي إذا تحقق حتى من خلال محافظ جديد يتمكن من العمل في طرابلس أنا سأكون داعم له، ما في ذلك شك يعني، هذه ما فيهاش يعني لا أفكر فيها حتى التفكير. ولو استمريت محافظا إذا استمريت بدون نجاح طرابلس لن لن أتمكن. مش قلت أنك تقدر تطلع إذا قلت لك نجحنا في موضوع النقد الأجنبي؟ يس نعم. إذا نحن نتمنى ذلك. إذا جعلك النواب تواصل عملك بطبيعة لا مش مشكلة عندنا احنا، هو الوطن أبقى من النواب وأبقى كذا، قضية قاعد ولا مش قاعد هي هذه وظيفة دائمة مستمرة. أنا لا أبحث أنا والله تو زلت أنا مصر أنا لا أبحث عن المجد الشخصي، أنا أملك الحلول ولكن ليس في إطار شخصي حقيقي، في إطار مؤسسة أنا حكون داعم للمؤسسة وموجود فيها ومش موجود فيها. أنا هذا وطني يا راجل في النهاية بالكل، هذا وطني أنا، ما أنا لا أساوم على وطن ولا على مصالح شخصية، هذا لا هذا أنا أكثر من مرتبي لا أملك شيء، ومرتبي سيظل معي يعني. أنا في النهاية إذا حاولت حمشي للتقاعد وسأكون داعم للمؤسسة، حكون موجود مع المؤسسة في كل وقت حقيقة، وعليها أن تقتنع بالموجود من الأفكار له غطاء نظري وغطاء علمي، وسندافع عنه بكل وسائل موضوع اختيار، وسنقبل الجدل. بالعكس نحن بعد ما نحول المنصب هذا حنجلس معك وأدافع عن الأفكار بقوة، لكن تو ربما أتردد لأنك أنت عارف تو الآن لأن المعطيات إذا كان مش فيدك فالله غالب يعني تكيدك يعني ما عنديش أي وسيلة. طيب فاحتياطي النقد الأجنبي رأى هو تقريبا 90% من الحل. طيب عملية اختيار محافظ جديد انتهت فشلت أو تعتقد أنه مجلس النواب سوف يواصل مساعيه لاختيار؟ والله الأفضل تكون بعد الحوار السياسي مش قبل الحوار السياسي بصراحة، أنا هذا وش نظري، لكن هم أحرار طبعا، هذه هم ممثلي الشعب وهم أدرى يعني. أنا شخصيا كمحلل للوضع وكرؤية وعمل أرى أنها تقعد جزء من الحوار السياسي والحل التوافقي. نعم ما انفرطتش فيها قبل الموضوع هذا. طيب نتحدث عن الاتهامات أو الانتقادات الموجهة إليك سيد علي الحبري، أبرزها وفي السابق أيضا وجهتك بها فيما يتعلق بعض الأطراف الداعمة للحكومة وحتى من الوزراء في الحكومة أو المؤسسات التابعة للحكومة يتحدثون أنه السيد علي الحبري تجاوز مهام عمله كمحافظ للمصرف المركزي وقام بالاطلاع بدور حكومي تنفيذي، ويتحدثون على عملية استيراد السلع يقولون أنها ليست من صلاحياتك سيد علي الحبري، كيف ترد على هذه الاتهامات؟ لا هذه كانت في إطار لجنة أزمة، أول مرة أنا موظف عام طبعا، أنا رجل موظف عام، صدر لي قرار من رئيس مجلس النواب مع مجموعة أخرى، أنا مش وحدي يعني، أنا رئيس لجنة هذه لا يربط بالعمل بالمصرف المركزي، فيها اللي هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيها ممثل عن وزارة الاقتصاد، فيها ممثل الحرس البلدي، فيها مجموعة يعني من الوصية صندوق مؤسسة الأسعار، هذه المجموعة أدخل فيها المصرف المركزي كوسيلة تمويل، لأن نحن نبحث عن بدائل التمويل وهي كلها جت بالآجل. هل تعلم أستاذ أحمد أن حتى الآن لم يتم من السداد في هذا الموضوع؟ يعني أنا نفسي يعني الآن محرج شخصيا، يعني حتى الآن تقول تم مثلا استبدالي، أنا الناس هذوم اللي جابوا البضاعة حتى الآن ما خلصوش، لأن هو احترام متبادل للأسف. في إطار الأزمات لابد أن تتدخل الدولة، لأنك أنت شفتها وتقرير الديوان واضح وضوح الشمس، 86% من الاعتمادات والمستصيد بضائعها لم تأتي، يعني سرقت، يعني أنت شريت عملة بمعنى ما نقدرش نقول سرقت أنا، لكن أنت خذيت أموال الشعب اللي هي جاية من النفط وشريتها بالسعر الصرف المدعوم
واصبحت عندك انت ارصده تشتغل بها في السوق وترك الناس. على اساس لما تمنح. لما مصرف ال على اساس تمنح هذه الاعتمادات وتذهب في الجهات؟ تمنح لان هني مراكز قوه ميليشيات وكذا. طبعا انت باش نوفر لك حمايه ونوفر لك كذا. امال انت هل تعتقد مسكين الصديق ينزل في الطياره ويمشي لكذا وكذا؟ وانت شفت انت حتى فتره المده الاخيره يعني مسكين ظن يهجموا على حوشه وكذا. صحيح. فهذه البيئه الان بيئه خطره جدا ما فيش نقاش، وبالتالي انت لازم تدفع ثمن الحمايه. ثمن الحمايه هو اعتمادات وشراء نفود وهكذا يعني ما فيهاش نقاش. نحن الحقيقه جبنا هذه الاشياء وخدمنا بها الناس وبسعر معقول جدا، وما فيش حتى يعني انا مش حاط فيها حتى دعم، وعدت كويسه. لكن هي ماهوش تدخل في عمل الحكومه، هذا في اطار لجنه لجنه ممثله من الحكومه ومن ال لا زالت مستمره هذه اللجنه لا هي لن تستمر. الان عندنا تكليف فردي اللي هو كمصرف بتدبير التمويل اللازم لسلعة رمضان ومع الاقتصاد، نحن والاقتصاد كلفت من رئاسة مجلس النواب في قرار. نعم طيب. هو القرار اللي موجود توا. طيب نتوقف الآن فقط مع فاصل قصير، من ثم يتجدد اللقاء. مشاهدينا تفضل بقى معنا. الهيمنة قوى البغي والفساد والإجرام قد بلغ مسامعنا وفئتنا. نقول لكم بأن قواتكم المسلحة لن تخذلكم ولن يطول الانتظار حتى تعود طرابلس بإذن الله إلى حضن الوطن. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. اجدد ترحيب بضيفي في هذه الحلقه السيد علي الحبري محافظ المصرف المركزي. اعود اليك استاذ علي الحبري، ونتحدث الان على عمليه تمويل لاستيراد جديد. نتحدث عن استيراد السلع قبل شهر رمضان، عمليه توزيع هذه السلع سوف يكون على الجمعيات الاستهلاكيه ام هناك طريقه اخرى؟ والله التوزيع المره هذه، لان زي ما قلت لك نحن اقحمنا السلعه مع البطاقات الدفع الالكتروني. يعني نحن الآن زي ما قلت لك نطبع في 240 ألف بطاقة حيتم توزيعهم، من ضمنهم في سلة اسمها سلة رمضان، سلة الخير يعني، هذه حتوزع على 115 ألف أسرة. يعني هذا الرقم اللي وصلنا له، لأن نحن وزعنا المبلغ فوصل. ستكون بمقابل لا مجانية. مجانية نعم، هذه مع البطاقة. ممكن نعرف مكونات سلة رمضان؟ مكونات يعني 10 حكاكي شيش زيت، شوار الرز، صندوق طماطم، 20 كيلو سكر، 5 كيلوين شاي خضر وكيلوين شاي حمر، وخمس باكوات الحليب المعقم، خمس باكوات حليب معقم ايطالي. ايوه هذين هن. ودقيق 20 كيلو دقيق. هذه إغاثة استاذ علي الحبري؟ لا هذه سلة رمضانية مجانية. مش لو تمنح لمحدودي الدخل. اللي هم حددهم لك لاربع فئات، اللي هم اللي في صندوق الضمان اللي ياخذوا في الحد الادنى، وصندوق التضامن، ومستحقي الزكاه. نتحدث عن 115 ألف اسره. نعم. 28%
ما هو لأن المتقاعدين أنت في اللي متقاعد كان يأخذ في 200 و300 جنيه، تو قاعد يأخذ 450. سوف توزع على ليبيا جميع المناطق؟ لا لا، المنطقة الشرقية. في المنطقة الشرقية فقط؟ نعم، لأن هذا السلعة المنطقة الشرقية حقيقة. مش لو أحسن عطيت المواطن مرتبة كان يقدر يشتري السلعة؟ هو المبلغ قاعد له في البطاقة، لكن نحن نفضله يأخذ به السلعة، لأن هي لو خذيتها بالسعر السوق الموازي ربما تسوى 400 دينار، هو حيأخذها هذه ثمنها بالسعر اللي هو الرسمي 152 دينار. طيب في ونحن مش نشجعوه على استخدام البطاقة على فكرة، هي عصفورين بحجر، يعني أول مرة هيحصل على البطاقة ويجد عنده بطاقة رسمية، اثنين حيحصل بها اللي يسلف رمضان بيكون عنده دافع أنه يأخذها، ثلاثة حتستخدم بعد فترة أن نحن حنركبوا آلات ATM في صندوق الضمان وكذا، ومعس نخلوا الناس تدعك على السيولة، حيمشي ياخذ مرتب 450 دغري. أمتى أمتى سيد علي؟ هذا كله بعد رمضان إن شاء الله، كله توه، والبطاقات حتندار توه. إجراءات كبيرة لكن اللي حيتوزع 115,000 متاع السلة بس اللي توه، الباقي حيتوزع بعد رمضان 240. طيب في مناطق أخرى خاضعة لسلطة الحكومة المؤقتة أو للشرعية؟ هذه الآن التجربة في الغرب وفي الجنوب، هذه التجربة للمنطقة الشرقية الحقيقة. أنا عندي طبعا أنا اجتمعت مع عمداء بلديات سبع الحقيقة، زاروا المصرف المركزي الجنوب هوني، زاروا البنك المركزي واجتمعت بهم، كان اجتماع موسع، عطيتهم أنا طبعا، أنا عندي طبعا مبادرة اقتصادية، فكان من ضمنها اللي هو توسيع اللي هو الإطار المصرفي أو الشمول المصرفي في الجنوب. شرحت لهم على الصبورة الفكرة، نالت إعجابهم. عندنا ميعاد إن شاء الله بعد رمضان حناخذ فريق العمل اللي هو الدفع الإلكتروني، وأيضا اللي هم المجموعة البحثية نتاعي، مجموعة الرقابة المصرفية، وحنمشوا غادي حنتقابلوا مع مجموعة كبيرة من عمداء البلديات، وحيجيبوا هم الأطراف ذات العلاقة، سواء كان مجتمع مدني، سواء مراكز بحث، سواء أساتذة، وسواء خبراء مصرفيين، حنتحدثوا بصراحة، لأن نحن بنفسح المجال لإنشاء مصرف في الجنوب إن شاء الله، اسمه بنك الجنوب التجاري. هذا حيكون برأس مال، حيدعم مصرف ليبيا ب 51%، حيشاركوا فيه رجال الأعمال من الجنوب، ويكتتبوا فيه أيضا مواطنين الجنوب، وهذا حيشتغل 7 سنوات تحت إشراف البنك المركزي حتى يتكون ويحقق الانتشار المصرفي في الجنوب، ومن ثم يكون هو قاطرة التنمية الاقتصادية، ويأخذ اللي هو نصيبه من النقد الأجنبي في البترول مثل الشرق اللي الناس عوله الآن. طيب عملية استيراد السلة الواحدة كم كلفتكم سيد علي الحبري؟ قيمة السلة السلة هتكلف، تقصد اللي بنوزعها 152 دينار، لكن الاستيراد كله لا يتعدى 60 مليون. يا أستاذ أحمد، استخدام الأموال هو استخدام غير رشيد في ليبيا. يعني أنت، أنا نبيكم والله تديروا حلقة على تقرير الديوان. أكيد تقرير جديد وسوف نناقش ذلك. كميات خيالية، كميات خيالية. لما نقول لك 20 مليون كرتون، يعني أنا نفسي دايخ توه. أنا نحكي لك الآن ندوي على مبلغ لا يتعدى 50 مليون يعني والله أنا نفسي دايخ، يعني 50 مليون حيمشى رمضان بزيادة يعني. هذا تكليف حيمشى رمضان وبعد رمضان يعني للأسف. هذا تكليف تم الآن عملية تشكيل لجنة فيها أو برئاستكم سيد علي الحبري؟ لا، هي عن طريق الاقتصاد. أنا طبعا أنا بصفتي محافظ مكلف الآن، بصفتي محالف لتدبير التمويل اللازم طبعا بالأجل، أنا راني بالأجل، اللي بيتعامل بالأجل تعامل معالي، ما عندهش قدرة يتعامل بالأجل، يعني أنت لازم تكون عندك قدرة مالية أنك تجيب لي بالأجل لحد ما يوصل الفلوس بعدها ندفعه يعني. وتتحدث الآن ضمن الإجراءات محاربة نقص السيولة أنه خلال أشهر ربما سوف تتعاملون ببطاقات ATM. السيولة زي ما قلت لك، حسب ما أنت تشوف في الدياغرام في درجة إشباع، نحن نأخر فيها لأن نحن نبون نسوق للبطاقات الحقيقة، لابد رحوة، لكن معاناة كبيرة أستاذ علي الحبري. لا غير اسمعني، مش مهم، هذه حرب طويلة. معلش، في حاجة اسمها سيولة الاقتصاد وفي نقدية الاقتصاد. في سيولة الاقتصاد القطاع المصرفي اللي تشوف هذا يكون صحي عندما تكون النظرية الاقتصادية اللي هي الودائع تحت الطلب تنمو وتكبر والنقدية تقل، اللي هو الجانب النقدي يقل. نقدية الاقتصاد أمتى تحدث؟ عندما يفشل سيولة الاقتصاد في العمل ويعزف رجال الأعمال عن ترك أموالهم في المصارف ويبدو يسحبوا فيها بيش معاش خلوها في المصارف، فهكي ماذا يحدث للقطاع المصرفي؟ يتآكل. هنا تتدخل نقدية الاقتصاد، تصبح النقود القانونية اللي هي الورقية هي اللي هي زي ما تقول المسيطرة، وتصبح النقود الكتابية اللي تخلق فيها المصارف هي نقود احتياطية لا قيمة لها.
هنالك لابد من تدخل مصر في المركز، فالتدخل حيكون قوي ويحقق درجة الإشباع، لكن لابد نحقق هدفنا هو درجة الاستقرار مش درجة الإشباع. يعني نحن نمكن في يوم من الأيام أن كل واحد يأخذ ما يشاء، لكن أنا أراه ما نبوهاش سريعة هذه، لابد الناس تتعود على ثقافة البدائل الإلكترونية ويصبح يدرك أن حمل النقود هو سيء جدا لأنه يسيء للاقتصاد، وأن حمل البطاقات لما تقعد في تزدانك 10 بطاقات وتخش لأي محل وتأخذ ما تشاء، خود أنت عبي سلتك هذه العمد قريبة تبزر وما يحسكش أنك تشحت منها. لا هذه هي موجودة للأسف، ثقافة موضوع ثقافة. أستاذ أحمد لازم تجربه في بدايتها حيكون في تناقضات كبيرة، ونحن حنساهم في حل هذه التناقضات ما تخافش، لأن بدعم البنوك بشوية سيولة. يعني مثلا على سبيل المثال مصرف التجارة والتنمية كان يأخذ في 8 مليون، لما اكتشفنا أن فعلا بطاقة تدفع لي بدأت تتحرك، واجتمعنا حتى مع كم مجمع جناه مما تقريبا متوسط اللي بيه كاش هو وياخذ ما يشاء تقريبا 30%، رفعنا لهم السقف إلى 15 مليون.